دلوقتي نتكلم على المحاضرة الأولانية. المحاضرة الأولانية زي ما قلت لحضراتكم هنبدأ يعني نتكلم على الانحدار، نموذج الانحدار الخطي. وببساطة شديدة اللي احنا عاوزين نعرفه النهاردة هو طبيعة يعني ايه كلمة الانحدار، ويعني ايه اصلا اقتصاد قياسي، والاقتصاد القياسي ده بيعمل ايه. ببساطة شديدة جدا، انت في اي يعني في اي نموذج او في اي دراسة في حياتك بتعملها، بحث بتعمله، بيبقى عندك متغير وعايز او ظاهرة وعايز تشرحها. عايز تشرحها يعني ايه؟ يعني عايز توصل للعوامل اللي بتأدي ان المتغير ده يزيد او يقل. مثلا لو انت بتدرس مثلا الطلب على منتج معين، لو بتدرس مثلا يعني اي حاجة شبيهة يعني. المهم في النهاية بتحاول انك تعمل حاجة زي نموذج. وخلينا نتفق من النهاردة، نموذج دي معناها معادلة. النموذج ده ممكن يكون معادلة واحدة، ممكن يكون معادلتين، ممكن يكون اكتر، ولكن احنا هنركز في الاول على النماذج اللي فيها معادلة واحدة. فالمعادلة دي بتبقى عبارة عن ان انت عندك التغير على التغير التابع، التغير اللي انا بحاول اشرحه من خلال النموذج بتاعي. ان بعد كده بيبقى عندي مجموعه متغيرات بتفسر هذا المتغير. يعني مثلا يعني خلينا ندي مثال للناس، بما ان معظم الناس اللي معانا في الاقتصاد. مثلا لو انا عايز يعني اشوف كميه الطلب، لو عايز ادرس كميه الطلب مثلا، او زي ما قانون الطلب بيقول لي ان انت الطلب بيتاثر بسعر السلعه والدخل واسعار السلع الثانيه وهكذا، والذوق ومش عارف ايه. فيبقى عندك اللي انا عايز افسرها هي الطلب على سلعه معينه، فتبقى الكميه المطلوبه من سلعه معينه هي دي المتغير التابع بتاعي، هي دي المتغير اللي انا عايز افسره، هي دي اللي في المعادله بتاع حضراتنا بتاع حضراتكم اللي قدام حضراتكم دي، اللي هي الواي. والمتغيرات الثانيه اللي بتفسرها اللي هي بقت على اليمين، اللي هي الاكسات اللي احنا سميناها هنا اكس 1 واكس 2 واكس 3، بقت دي اسمها المتغيرات المفسره او الاندبندنت فاريبلز، يعني ليها اكثر من اسم. فانت لو بصيت حضرتك كده تلاقي الواي ممكن تبقى اسمها ديبندنت او اكسبليند او ريجريسنت او اوت كام فاريبل. كل الحكايه كلها ان دي الفاريبل اللي انا عايز افسره، والاكس اللي هي على الناحيه اليمين دي الاندبندنت اللي هي المتغيرات المستقله او المتغيرات المفسره وهكذا، يعني سميها زي ما تسميها او يعني استخدم الترمينولوجي اللي انت حابب تستخدمها. ولكن في النهايه هو المتغيرات اللي على اليمين المفروض هي تفسر المتغير اللي على الشمال. طيب هل في اي موديل في الدنيا يقدر يجيب كل البيانات او يقدر يضم كل البيانات؟ لا. او يقدر يضم كل الفاريبلز او كل المتغيرات اللي بتاثر في ظاهره معينه؟ لا. يبقى لازم في، وبرضه حتى لو انا يعني مهما حطيت من متغيرات، هيفضل في النهايه في بعض الحيز للخطا اللي ما بقدرش اتحكم فيه. تمام؟ وبالتالي بتبقى من خلال الايرور تيرم، او احنا بنسميه الخطا العشوائي، بيضم تاثير المتغيرات كده. يعني لو احنا قلنا مثلا ان السعر والدخل بياثروا على الكميه المطلوبه، وكان عندي كده اكس 1 واكس 2، اذا في بعض العوامل الثانيه اللي ما دخلتش في المعادله بتاعتي، وبالتالي بتاثر على الكميه المطلوبه. اذا الحاجات دي هتخش فين؟ هتخش في اللي احنا بنسميه الايرور تيرم، وهو حرف اليو بتاع الحركه. يبقى النموذج اللي قدامك ده كده عباره عن 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 ثلاث حاجات دلوقتي. في متغير تابع هو اللي على الشمال، هو اللي بحاول افسره. في متغيرات مستقله اللي هي على اليمين، اللي هي سميناها اللي هي اكس بقى اكس 1 2 3 لغايه كي زي ما تحب. زائد في خطا عشوائي او في خطا احنا ما احناش عارفين يعني بعض يعني التاثير ده اللي هو مش موجود في النموذج بتاعي وبيأثر على الظاهره بتاعتي. خلينا مثلا في الحاله يعني انا زي ما قلت لحضراتكم هنضطر ان احنا ندي بعض يعني بعض طعم السيري كده بتاع الكيلومتركس، ولكن هندي مثال حالا وده يمكن يفهم حضراتكم الفكره بتاعه نموذج الانحدار اكثر. بس قبل ما اروح اوري لحضراتكم الصيغه بتاعه المعادله دي، هي مجرد بس صيغه مصغره من المعادله الكبيره اللي احنا شفناها من شويه. يعني انت ممكن تكتبها بالشكل الكبير ده فيها متغيرات كتير، او ممكن هي
طيب انا كده بضطر اتوقف، يعني بضطر اتوقف تاني عشان اعمل ميوت للمايك بتاع الناس. يا ريت يا جماعه يعني نحترم بقيه المشاركين معانا ووقتهم ووقتي ووقت الناس، وما نفتحش المايك بتاعتنا بعد اذنكم. طيب وده كمان يعني بيخرجني من تركيزي اصلا في المحاضره، وخليني خلينا نركز في اللي احنا ان شاء الله عايزين نغطيناها. طيب ده بس كان شكل العرض بتاع المعادله، فما تقلقش من الموضوع. يعني المهم ان انت عندك جزئين في المعادله كلها، الجزء الاولاني وهو عباره عن الاكساس اللي هو فيه بيتا 1 اكس 1 بيتا 2 اكس 2. ده 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 الجزء اللي انت المفروض العوامل اللي انت فاكر ان هي بتاثر على الطلب مثلا، اللي هي الدخل والسعر. في حاجات ثانيه انت مش عارفها او عارفها وما انتش عارف تلاقي لها بيانات او وات ايفر، يعني ايه مهما كان السبب، المهم ان هي مش موجوده على اليمين، تاثيرها بيروح في الايرور تيرم او في الخطأ العشوائي. طيب السؤال دلوقتي هو ده، يعني لو انا عايز ادرس مثلا الطلب المصريين مثلا على الكشري ولا على الطعميه مثلا، خلاص فبعمل ايه؟ بغير السابع بتاعي اي عوامل بقى بتاثر في يعني طلب على الكشري ده او على الطعميه دي، بتبقى دي هي المتغيرات المستقله، بتبقى دي الاكسات بتاعتي اللي على اليمين. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا انزل مصر واروح اسال كل المصريين على ايه الحاجات اللي بتخليهم يشتروا كشري كتير او يخليهم يشتروا كشري قليل. خلاص؟ فهل الكلام اللي انا بقوله ده منطقي ان انا هعرف اسال كل المصريين؟ كل المصريين في المثال بتاعي ده بتاع الكشري ده هم البيبيوليشن، هم دول مجتمع الدراسه بتاعتي. يعني انت لو الدراسه بتاعتك كده ايه هي العوامل المفسره لطلب المصريين على الكشري ولا الطعميه مثلا، خلاص؟ طيب في الحاله دي هيبقى المصريين هم كلهم هو مجتمع الدراسه بتاعك. طيب هل في يعقل ان انا اي باحث في الدنيا او اي دراسه هتقدر تروح تدرس المجتمع كله؟ لا. فعشان كده احنا هنفرق في الاقتصاد او في الايكونومتكس او في اللي احنا بنعمله ده بين حاجه اسمها البيبيوليشن والسامبل. السامبل دي عباره عن ايه؟ عباره عن عينه. ما انا مش محتاج اقابل المصريين كلهم، انا ممكن اخد عينه من المصريين اسالهم واشوف هم ايه اللي بيخليهم يشتروا كشري، وبعدين بناء على العينه اقدر استدل او اعمل استنتاج عن المجتمع، عن الطلب الاستهلاكي بتاع المجتمع على الكشري. خلاص؟ فاذا خلينا دلوقتي نفرق بين حاجتين في النموذج للحضار بتاعنا، بين البوبيوليشن او المجتمع الدراسه. مجتمع الدراسه ده بيعرف بيبقى كل الافراد او كل الوحدات اللي انت عايز تدرسها. خد بالك في المثال، خد بالك في المثال على الافراد، انت ممكن يكون عندك عايز تبص على دول، ممكن تكون شركات، يبقى اذا الوحدات بتاعك البوبيوليشن او المجتمع ممكن تكون اي حاجه. بس يعني خلينا في المثال بتاعنا نتكلم على المصريين، عشان المصريين دايما دمهم خفيف وبيحبوا الكشري والطعميه والحاجات اللي احنا مش لاقيينها دي. المهم يعني الحكايه وما فيها دلوقتي، يبقى انا خلاص، يبقى انا مش هقدر اسال كل المصريين، فبالتالي هقدر يعني مش هقدر ادرس البوبيوليشن كله، ولكن اقدر اخد عينه من الناس دي واقدر اتقابل معاهم واسالهم على الحاجات ايه اللي يخليهم يعني يشتروا كشري. خلاص؟ طيب العينه بتاعتي ده هي الاساس بتاعي، ان انا عايز بناء على العينه دي اجيب قيم للبيتا او للحاجات اللي انت شفتها جنب الاكسات دي. ايه اللي جنب الاكسات دي؟ بيتا 0، بيتا 1، بيتا 2، ايه الكلام ده؟ دي احنا بنسميها المعاملات. احنا عايزين نقول، احنا عايزين من خلال النموذج بتاعنا نشوف قيمه للمعاملات دهيت. ليه احنا عايزين نجيب قيمه للمعاملات دهيت؟ لان هو ده اللي بيحدد تاثير كل واحده من الاكسات دي على المتغير التابع. خلاص؟ فطبعا مش عايزك يعني مش عايزك تتخض، ولا لو انت طبعا يعني انا عارف ان في ناس عندنا معانا يعني درس اقتصاد قبل كده واقتصاد قياسي، ولكن في ناس برضو ما درستش اقتصاد قياسي قبل كده، فمش عايز الموضوع يبقى فيه نوع من لا، احنا زي ما قلنا هنمشي بمثال بامثله دلوقتي وهنوري لحضراتكم امثله، بس خلينا نمشي في موضوع الكشري كده واحده واحده، عشان يعني يمكن ده بيسهل الامور شويه لما نبقى بنتكلم على حاجه بسيطه قوي زي الكشري كده. فانا عايز اعرف ايه قيم البيتا دي، لان قيمه البيتا دي لو اكس واحد دي كانت سعر الكشري مثلا، فانا اعرف لما سعر الكشري يتغير بجنيه مثلا، ما عادش بقى قرش ساغ ولا الكلام ده في مصر، لو بجنيه مثلا
يقوم الطلب على الكشري يقل ولا يقل؟ النموذج بتاعي هيحدد لي الكلام ده، وهيقول لي لما يعني حسب قيمه البيتا دهيت او بناء على قيمه البيتا ده هقدر اقول ايه قد ايه لما سعر الكشري يزيد مثلا، ايه اللي يحصل لاطباق الكشري، كم طلب كشري هيتباع ولا هيتطلب. خلاص، فخلينا نعرف كده ان المهمه الرئيسيه بتاعتي في الايكونومتريكس او في النموذج الانحدار ان انا اقدر قيمه البيتا دي. طيب ليه بقدرها؟ لان انا ما اعرفش ادرسها في المجتمع، انا مش هعرفها اصلا. يعني خلينا نتفق كده من الاول، البيتات دي او البيتا واحد والبيتا اتنين اللي هي حرف بي دي مش هعرفها، لكن اللي انا هعرفه هو ايه، او اللي انا هوصل له ايه، هو تقدير ليها. ليه تقدير؟ لانه جاي مبني على عينه. ليه اتفقنا ليه عينه؟ لان انا مش هقدر اسال المصريين كلهم، ما شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك في العدد، مش تنزل تسال 90 مليون هم ليه بيشتروا كشري. خلاص، ولكن تقدر تسال مجموعه صغيره، والمجموعه ده هي ممكن تكون بقى 100 واحد 200 واحد 1000 واحد. دي مش موضوعنا في الكورس بتاعنا. المفروض في النهايه ان تكون العينه دي بتمثل المصريين كلهم، يعني ما تكونش متحيزه، يعني ما تكونش بتاخد مجموعه كده ما لهمش يعني جايين من حته واحده مثلا وتقول لي، او من القاهره بس وتروح تسالهم. لا، المفروض لو انت بتتكلم على مصر يبقى المفروض هتاخد عينه بتمثل المصريين كلهم. احنا مش هنتكلم على موضوع العينات وانك ازاي تاخد عينه، ولكن هنفترض ان حضرتك عارف ازاي، او انك وصلت العينه وبدات تتكلم معاها وعايز دلوقتي تحصل على تقدير للبيتات دهيت او للمعلومات دهيت اللي هي البارامتر بيتا زيرو وبيتا واحد وأي كان بقى عدد البيتا اللي موجوده عند حضرتك. فده هو ده الاوبجيكتيف بتاعي، هو ده الهدف بتاعي في نموذج الانحدار، ان انا عايز اوصل لقيمه البيتات دي. خلاص، طيب خليني ابدا زي ما قلت لحضرتك كده، هنبدا لما هناخد مثال هنبدا نقول ازاي نفسر كل واحده من البيتا دهيت. تمام، طيب خليني ابدا ب هل حضراتكم تابعين السلايد لما بنقلها معايا؟ يعني دلوقتي السامبل ريجريشن فانكشن هي اللي موجوده، هل بس نكتب معاه؟ مش محتاج ان انا حد يتكلم. تمام، بس عشان عايز اتاكد عشان خاطر اعرف متابعين. شكرا 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 جميعا. طيب طيب، يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا بدل ما هدرس المجتمع كله انا بدرس بس عينه من المجتمع، بدل ما اروح اسال المصريين كلهم عن رايهم ايه اللي يخليهم يشتروا كشري اكتر وايه اللي يخليهم يشتروا كشري اقل، انا هسال مجموعه من المجتمع اللي هي هنسميها العينه اللي هي السامبل. فعشان كده هتلاقي هنا بدات اكتب انا بصغيره كده سمول، يعني بي 1 بي 2 عشان اعرف حضرتك ان دي جايه بناء او هو التقدير بتاع البيتات الكبيره دي اللي هي البيتا 0 وبيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. طيب مين اللي بيعمل الكلام؟ مبدئيا احنا بنعمل الكلام ده بناء على عينه. خليني بس اتخطى النقطه دهيت، محتاج ابدا اجمع بيانات. ما هو انا عشان اعرف دلوقتي اعمل تقدير، اذا انا محتاج اعرف بيانات عن دخل الناس. لو احنا افتكرنا مثلا ايه العوامل اللي بتخلي الناس تشتري كشري، هي دخلها وسعر الكشري مثلا، فممكن انا محتاج اعرف الاسعار، وممكن محتاج اعرف يعني بيانات عن الاسعار وبيانات عن دخل الناس. فهنا بتيجي حته مهمه قوي وهي طبيعه البيانات. وطبيعه البيانات دي يمكن انا اتكلمت عليها في الفيديوهات الصغيره اللي نزلناها على صفحه الفيسبوك، وهنجمعها كلها بيز عشان الناس اللي ما شفتهاش تقدر تشوفها. الفكره هنا ان البيانات عندي يعني انواع مختلفه من البيانات. البيانات بتاعه حضرتك ممكن تكون سلاسل زمنيه تايم سيريز، وفي الحالة ده هي ممكن ان انت بتاخد نفس المتغير عبر الزمن. يعني مثلا لو انا عايز لو انا جمعت بيانات مثلا عن معدل البطالة في مصر من سنة 80 لغاية النهاردة، كل سنة بشوف سنة كان سنة 80 كام، سنة 81 سنة 82 سنة 83 لغاية سنة 2015 2016، ده اسمها سلاسل زمنية. لكن وخد بالك ان انا هنا عندي اهوت، انا بتكلم على في زمن اهوت عبر الزمن. طيب الـ 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 البيانات اللي هي فيها سلاسل زمنيه دي ممكن تكون بيانات سنويه، ممكن تكون ربع سنويه، ممكن تجمع بيانات كل شهر، وبعدين في بعض يعني في بعض المجالات ممكن كمان زي البورصه والكلام ده ممكن يعني يجمعوا بيانات كل ساعه لو يحبوا يعني. فدي حاجه دي اسمها يعني سلاسل زمنيه.
او يكون عندي كروس سيكشن معاها. ايه كروس سيكشن؟ ان انت تبص على يعني معدل البطاله في مصر، في مصر معدل البطاله مثلا السنه دي في الدول العربيه كلها، يعني بتجمع بقى مصر والجزائر والسودان وليبيا وتجمع كل جوه الدول العربيه، فبقى عندي مجموعه من الوحدات خلاص في نقطه معينه. الزمن، الزمن ما عادش موجود، انا بقول بس السنه دي، ما قلتش عبر الزمن، لا هي السنه دي. دي اسمها بقى، دي اسمها كروس سيكشن. لو انت جمعت الاثنين مع بعض بقى اسمها فول ديتا او بانل ديتا، خلاص بقى عندي معدل البطاله للدول العربيه خلال 20 سنه فاتوا، فاذا بقى في عندي عنصر الزمن وبقى في عندي عدد وحدات كتير. فده مش موضوعنا وما ركزتش عليه كتير، لان احنا يعني وريت عليه مثال في الفيديوهات الصغيره اللي نزلناها، ولو حضرتك ما شفتهاش لسه هنطرحها على بيازا فالناس تقدر توصل لها. اللي يهمني دلوقتي ان انا عايز اقول يا جماعه ان انا دلوقتي عندي عشان الخص اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي عشان هنوصل بقى نتكلم على الاستيميشن. انا دلوقتي بتكلم على ان انا عندي متغير تابع، المفروض المتغير التابع ده افتكر الكشري او الطلب على الكشري او الكميات اللي بنبيعها من اطباق الكشري، وفي متغيرات مستقله الناحيه الثانيه المفروض ان هي بتفسره. اتكلمنا عن الدخل وسعر وكلام زي كده، فاذا عندي الاكسات ديت المفروض ان انا هي المفروض العامل الحاجة الثانية المفروض ان انا مش هقدر ادرس البوبيليشن، مش هقدر ادرس مجتمع الدراسة كله، مش هقدر اسأل المصريين كلهم عن ايه اللي بيخليهم يشتروا كشري، ولكن اقدر اجمع مجموعة صغيرة من المصريين اللي احنا سميناها العينة، هي دي اللي انا اقدر اصرف عليها واقدر اعرف اصرف فلوس عشان اعرف اوصل لها، لكن عشان تعمل المصريين كلهم دي حاجة صعبة. فاذا احنا بناء على العينة بنحاول نجيب قيمة البيتا دي عشان خاطر نوصل ل اللي هي التقدير بتاع او التأثير بتاع كل واحدة من العوامل اللي هي الاكس دي على الواي. طيب، بنعمل الكلام ده ازاي؟ اللي هو التقدير ده بتعمله ازاي؟ فاكر النموذج شكله ايه؟ النموذج كان عباره عن حتتين، حته الاكسات موجوده وحته كده في الجنب اللي هي الايرور، الخطا اللي انا ما بعرفوش. المشكله عندي ان ده خطا صح؟ يعني المفروض ان انا عاوزه يكون اقل حاجه ممكنه، وعشان كده بنستخدم طريقه اسمها الـ OLS اللي هي طريقه المربعات الصغرى او الاوردينري ليست سكوير، عشان المفروض ان احنا بنحصل على بنخلي مجموع مربعات الخطا ده اقل ما يمكن. ليه بنربع الخطا ده قصه ثانيه، يعني مش عايز اخش فيها التفاصيل، ولكن ببساطه شديده جدا عشان دايما هيبقى فيه قيم موجبه وقيم سالبه ممكن تضيع يعني تكنسل بعضها، وبالتالي ممكن تديني صوره مش صوره صحيحه عن الخطا. المهم ان انا في النهايه اللي انا عايز حضرتك تفهمه ان الخطا ده احنا عايزين نقلله، والطريقه اللي بتعمله لنا هو الـ OLS. زي ما اتفقنا انا مش هخش في ثيري كتير قوي في الايكونومتكس، ولكن بشكل سريع جدا همر على حاجات صغيره كده المفروض ان احنا نعرفها ومن باب المعرفه، ولكن اللي يهمني اكتر هو المثال اللي احنا هنتكلم فيه. طيب، بما ان ده ايرور، بما ان ده خطا، والخطا ده احنا ما بنشوفوش، خد بالك يعني الخطا ده انت ما بتعرفوش، ولكن عشان يعني يبقى عندك تقدير سليم للمعلومات اللي هي البارامترز بيتا دهيت، المفروض ان حضرتك بتعمل مجموعه من الاسامبشنز، مجموعه من الفروض، مجموعه من الفروض، وبعدين هنختبرها بعد كده في المحاضرات الجايه نتعلم ازاي نختبرها ونشوف لو واحده من الفروض دي ما اتحققتش نعمل ايه. بس في النهايه ان في عندي مجموعه من الفروض. اول حاجه ان البيتات دي بتكون لينير. لينير يعني ايه؟ يعني ما هياش مرفوعه لاي اس، يعني ما يبقاش عندي بيتا اس 2 خلاص. ممكن يكون عندي اكس تربيع ماشي، لكن ما يكونش في النموذج بتاعتي، عشان كده هي اسمها يعني لينير في البارامتر، يعني معناها او لينير ان بارامترز، معناها ان ما فيش واحده من البارامترز. احنا خلينا نرجع تاني، البارامترز دي هي البيتا، فالبيتا دي ما فيش واحده فيها مرفوعه لاي اس مثلا، فعشان كده ده اول اسامبشن. الحاجه الثانيه ان عندي اكس او الريجريسورز، افتكر الريجريسورز دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاكسات، عباره عن الدخل والسعر اللي المفروض هم بيفسروا المتغير التابع، المفروض تكون ما بتتغيرش او نون ستوكاستيك، ما هياش عشوائيه مش راندم. المفروض ان الخطا في المتوسط يكون بيساوي صفر، ليه؟ لانه خطا. انا اصلا لو انت عايز يبقى عندك نموذج كويس المفروض ان انت في المتوسط قيمه الخطا بتكون بتساوي صفر. خلاص؟ الحاجة الثانية التباين بتاع الخطأ يكون ثابت، أو اللي احنا بنسميه
هوموسكيدستيك ايرور. هوموسكيدستيك ايرور معناها خطأ عشوائي ليه تباين ثابت. تباين ثابت ده هنسميه من هنا وجاي سيجما سكوير. خلاص. الحاجة الثانية ان الاخطاء ما تكونش مرتبطة ببعضها، يبقى ما فيش ارتباط بين الاخطاء وبعضها، ده اللي هنسميه هو الكوفاريانس، يو اي ويو جي بيساوي صفر، ما فيش بينهم اي ارتباط. الحاجة اللي بعد كده او الفرضية السادسة هي ما يكونش في حاجة اسمها مالتي كولينيارتي. مالتي كولينيارتي يعني ايه؟ يعني الاكسات دي وبعضها ما تكونش مرتبطة ببعضها. خلاص. وبرضو ده كل واحدة من دول هتبقى درس لوحدها، هتبقى محاضرة لوحدها، هنتكلم فيها بالتفصيل ازاي نختبرها وازاي لو في لو ما اتحققتش ازاي نتعامل معاها. فخلينا نقول بقى، ارجع لحضرتك تاني، يبقى انا عندي مجتمع دراسة المصريين كلهم عايز ادرس هم بيطلبوا كشري ليه او بيشتروا كشري ليه، وعشان ما بعرفش اعمل الكلام ده بجيب سامبل، بجيب عينه بروح اسالها واجمع بيانات ايا كانت طبيعه البيانات دي. خلاص. المهم ان انا باخد عينه. خلاص. العينه دلوقتي المفروض ان انا بناء على العينه دي هحصل على استيميشن او تقدير للمعادله اللي حضرتك شفتها الكبيره دي. خلاص. عشان التقدير بتاعي يطلع الحاجه المظبوطه اللي انا عاوزها، يبقى المفروض ان انا عندي بعض الفرضيات اللي بعملها حوالين الايرور تيرم، حوالين الخطا اللي انا ما اعرفوش ده. خلاص. ولو كل الفرضيات دي اتحققت، بيكون الاستيميشن بتاعي او الاو ال اس بتديهوني، الاوردينال ليست سكوير بتديهوني، او طريقه المربعات الصغيره بتديهوني، بيكون حاجه اسمها بلو. بلو يعني ايه؟ بيست لينير ان بايز استيميتور. بيست معناها هو الافضل، لينير معناها خطي لان احنا افترضنا ان هو خطي، ان بايز معناها ايه؟ خطي. لو انت عندك عينه وعملت الاو ال اس، هتديك رقم. خلاص. او كوفيشن او استيميشن معين او تقدير معين. خلاص. طيب لو انت غيرت العينه، يعني لو انت سالت مجموعه ثانيه من المصريين، يعني بشكل عشوائي كده جمعت عينه ثانيه، يطلع لك رقم ثاني. لو غيرت العينه مره ثالثه، يطلع رقم ثالث. الله. اذا الفكره هنا ايه؟ الفكره ان انت كل ما هتغير العينه هيطلع لك تقدير مختلف، ولكن لو متوسط التقديرات دي في النهايه بيساوي البيتا الحقيقيه، يبقى دي اسمها مقدر غير متحيز، يعني معناها انبايز مش متحيز. خلاص. يبقى تاني، ايه الفكره انبايز هنا؟ الفكره عدم التحيز هنا معناها ان حضرتك لما بتغير الـ العينه، المفروض بيوصل لك تقدير مختلف، بس لكن في المتوسط المفروض التقديرات بتساوي الترو بارامتر او البيتا الحقيقيه بتاعت المجتمع. ده معنى كلمه انبايز. البيست معنى كلمه الافضل، ان يكون التباين بتاعه اقل تباين. يعني انا لو عندي نوعين من الاستيميشن او نوعين من طريقه التقدير اللي هتديني الرقم ده، ولكن بشكل فيه فاريانس اكبر وواحد فيه فاريانس اقل، تباين اقل، يبقى بتاع التباين الاقل هو الاحسن. يبقى ده فكره البلو. يبقى اذا عندي مجموعه من الفروض لازم تتحقق عشان يكون عندي الاستيميشن بتاعي هو الافضل. طيب خلينا دلوقتي قبل ما اخش بقيه التفاصيل، خلينا نبدا طيب انا عايز البرنامج. يا ريت ما نفتحش المايك يا جماعه للناس، يا ريت ما نفتحش المايك بتاعنا عشان خاطر الناس يعني تستفيد معانا من المحاضره. خليني ادي لحضراتكم مثال مثلا دلوقتي سريعا كده، عشان بدل الكلام النظري الكتير ده وصدعت دماغ حضراتكم، نبدا. خليني اعمل شير سكرين. وعوديني ما حدش هيفتح المايك، عشان اول ما بعمل شير سكرين ما بعرفش اقفل المايكات بتاعه الناس. خلاص. انا اخر مره هعمل ميوت اول اهوت، عملت ميوت لكل الناس. يا جماعه وعوديني ما حدش يفتح المايك بتاعه. خلاص. هعمل شير سكرين. يا جماعه عملنا ميوت اول للناس كلها، وبرضو الناس هترجع تفتح المايك بتاعها. طيب شير ماي سكرين، معلش نفتح السكرين بتاعتنا. تمام كده. خليني اوصل للمثال اللي كنت عايز اتكلم عليه، الستريتيفيك اكزامبل الاول. طيب خليني دلوقتي حلو قوي، خليني دلوقتي اشرح لحضراتكم المثال اللي احنا هنتكلم عليه طول المحاضره النهارده.
مثلا بنقول ان احنا عايزين يعني نموذج يفسر لنا الناس، ثروه الناس ازاي، الناس عندها ثروه، يعني الناس ازاي، الناس ازاي بتغتني ولا او بتحافظ على الثروه يعني. خلاص، فويلث هنا او موديلنج ويلث هو ده المثال اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. خلاص، فخلينا نقول هنا في الحاله ده ويلث او الثروه هو المتغير التابع. خلاص، والمفروض ان انا بدور على ايه المتغيرات اللي بتخلي الناس اغنياء، بتخلي الناس ويلثي، بتخلي الناس ثروه. خلاص، فالمتغير، المتغيرات المستقله في الحاله ده هي نفترض ان هي دخلها وعمرها والفاميلي سايز او حجم الحجم بتاعتها. تمام، يبقى خلينا نقول ان هم دول، خلاص خلينا نقول ان هم دول الثلاث عوامل اللي هم الاساس اللي كانت على النيل. يبقى الدخل بتاع الشخص يا استاذ ماهر، يعني يا ريت نقفل المايك بتاع حضرتك، ومش مش محتاجين حضرتك تشارك معانا. ثانية، طيب الحاجة الثانية زي ما بقول لحضراتكم كده، خلاص يبقى احنا هنبدأ يعني مش هنقدر نجمع كل الناس، مثلا خلي الكلام ده في امريكا مثلا، مش هقدر كل يعني اشوف ادرس كل الناس في امريكا واشوف ايه اللي بيخليهم اغنياء او ايه اللي بيخليهم يجمعوا ثروه يعني. ولكن انا محتاج عينه، فخلينا نقول العينه دهيت جمعنا مجموعه من البيانات، وعندي البيانات دي هرفعها لحضراتكم على الكورس، على موقع الكورس، من 9275 واحد اهو. انا بتكلم على امريكا، فجمعنا عينه كبيره شويه. خلاص، طيب الموديل اللي انا عايز افسره ايه؟ بص معايا كده، معايا يعني حضراتكم جميعا تبص كده، دي عباره عن ايه؟ عباره عن الثروه هي المتغير التابع، الدخل والعمر وعدد افراد الاسره، دي المتغيرات المستقله. اذا ده النموذج بتاعي كده، النموذج بتاعي يبقى ويلث هي المتغير التابع، خلاص؟ والدخل هي الدخل والعمر وعدد افراد الاسره، دي المتغيرات المستقله. طيب انا دلوقتي عايز اعمل استيميشن للكلام ده، عايز اشوف بقى الاو ال اس والكلام ده. فخلينا نفتح اللي هو البرنامج بتاع اي فيوز هنا. ده طبعا واجهه البرنامج، ودي الستودنت فيرجن او نسخه الطلاب. خلاص، ف زي ما وريت حضراتكم قبل كده، مهم جدا ان احنا نتفرج على الفيديوهات بتاعه الايفيوز، لان كل شغلنا هيبقى على ايفيوز. انا دلوقتي عايز احمل البيانات، فهقول له اوبن ايفيوز ورك فايل. انا البيانات عندي موجوده على الديسكتوب. ايوه اهيت، تمام كده. طيب هنا دي البيانات بتاعتي، خلاص اهوت. لما تشوف حضرتك كده هتلاقي ايدج، دي البيانات اهوت، الفاميلي سايز، الانكم. طبعا في بيانات ثانيه، ميل ومارد، خلاص مش هنتكلم عليها النهارده، في ويلث. طيب دلوقتي انا عايز اعمل بقى الاستيميشن للموديل دهوت. بعمل ايه بقى في فيوز؟ بروح على انت عندك يا اما يمكن تول كويك. هل الناس معايا كده؟ طيب كويك استيميت ايكويشن، وبعد كده حضرتك بتقدر تكتب المتغيرات بتاعتك. ببدا بالمتغير التابع الاول، محتاج اغيرها انجليزي. فببدا هنا بويلث، وبعدين بحط سي. سي ده عباره عن الكونستانت او اللي هو البيتا زيرو، اللي هو الثابت اللي احنا كان في المعادله الكبيره بتاعتنا. وبعد كده بحط بقيه المتغيرات، مثلا خلينا نبدا مثلا بالانكم وبعد كده بنحط الانكم، بنحط مثلا احنا اتفقنا على الانكم، الايدج والفاميلي سايز. فكده انا حطيت الفاريبلز بتاعتي، يبقى ويلث، وبعد ده ويلث ده المتغير التابع. سي هنا بيمثل الانترسبت او الكونستنت او اللي هي البيتا زيرو. انكم ده الفاريبل الاولاني، ايج الفاريبل الثاني اللي هو المستقل الثاني،
الفاميلي سايز هو الفاريبل الثالث المستقل. يبقى انا عندي ثلاث فاريبل مستقلين. خليني اقرب الصوره ثاني شويه لو حضراتكم مش عارف حضراتكم كده شايفين الصوره واضحه ولا لا. كده كده اتوقع المفروض تبقى اوضح شويه. فانا عندي ويلث هو المتغير التابع، سي هو الكونستنت بتاع المعادله بتاعتي او الثابت بتاع المعادله، انكم، ايج، فاميلي سايز، دي المتغيرات اللي هي المستقله، ثلاث متغيرات مع بعض. طيب هنا هتلاقي طريقه التقدير بتاعتك هي ليست سكويرز. يمكن هي الطريقه دهيت، الطريقه دي عباره عن هي الديفولت اللي هتلاقيها، لكن طبعا لو فتحت بعد كده هتلاقي طرق كتير جدا، مش وقتنا ان احنا او مش موضوعنا النهارده ان احنا سوري ان احنا نبص عليها. انا عملت سكيب فاشارت الاكل كويك استيميت ايكويشن، وبعدين بحط المتغيرات بتاعتي سي انكم ايج وبعدين فاميلي سايز. خلاص اول ما بتضغط اوكي بيدي لحضرتك حاجه زي كده. خلاص تعالى كده نبص على تعالوا كده نبص على النافذه اللي طلعت لنا دلوقتي كده. خليني اقرب الصوره شويه يمكن الامور تتضح اكتر. طيب هنا بلاقي ايه؟ بتلاقي حضرتك ان ابيوز الداك قال لك الديبندنت فاريبل بتاعك كان اسمه ويلث. طريقه ما هو دي ثرو، ما احنا عايزين نموذج يفصل لنا ثرو. والميثود الطريقه بتاعتك كانت ليست سكويرز، خلاص اللي هي طريقه المربعات الصغرى دي اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. ماشي؟ طبعا التاريخ والوقت ده مش مهم، دي العينه بتاعتي اللي احنا استخدمنا يعني من الرينج بتاعها من 1 ل 9275 فرد. العينه اللي استخدمناها بالفعل في ابيوز هم كلها، احنا ما طلعناش حاجه بره يعني العينه، استخدمنا كل عينه. طيب اللي يهمني دلوقتي قبل ما اروح على بقيه الجدول المفروض ابص على الجزء الاولاني ده. خلاص؟ الجزء الاولاني ده بيقول لي ايه؟ الجزء الاولاني ده بيقول لي دي الفاريبلز بتاعتي اهيت المفروض اللي على اليمين، فده السي هنا بتمثل البيتا صفر، الانكم والايج والسايز والفاميلي سايز الثلاثه دول هم المتغيرات المستقله. التقدير بتاعت البتاتا اللي حضرتك شفتها اهو ده طلع لي هنا اللي هو تحت كلمه كوفيشنت. خلاص؟ هنبدا نتكلم عليهم واحده واحده دلوقتي ونقول نفسرهم ازاي. ماشي؟ بس خليك الاول اعرف معايا الاول ان ده فاكر ان احنا كنا عندنا بيتا كبيره وبي صغيره. البيتا الكبيره بتاعه المجتمع بتاعه البيبليشن اللي احنا مش هنعرفها ومش عندنا، لكن اللي احنا طالع قدام حضرتك دلوقتي ده اللي مبني على العينه، ده البي الصغيره او ساعات كتير ناس بتسميها البيتا هات. خلاص؟ بتحط عليها طاقيه من فوق كده. خلاص؟ طيب المهم خلينا نبدا نتكلم على ايه معنى الارقام دهيت. خلينا نبدا نتكلم على معنى الارقام دهيت. هنا الانكم هنا او خلينا نبدا بالكونستنت. الكونستنت في اي معادله في الريجريشن عباره عن ايه او في معادله الانحدار عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه المتغير التابع في المتوسط لو كل المتغيرات المستقله كانت صفر. يعني لو كان دخل حضرتك صفر وعمر حضرتك صفر، ربنا يعني يديكوا العمر ويديكوا الصحه، انا ما اقصدش حاجه بس يعني اقصد يعني لو كل الفاريبلز دي صفر والفاميلي سايز ما فيش، خلاص؟ اذا في الحاله دهيت في المتوسط بتاع، يعني لو في فرد ما عندوش الكلام ده كله، الانكم والصفر والايج صفر والفاميلي سايز صفر، يبقى في المتوسط المفروض الويلث بتاعته تطلع ماينس مش عارف 52000 دولار او حاجه زي كده، يعني لان الويلث متقسم ب 1000 دولار. خلاص؟ زي ما حضرتك شايف كده ساعات كتير الانترسبت ده او الكونستنت ده ملوش معنى اصلا، يعني في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي اصلا هو ملوش معنى. خلاص؟ بس ما تقلقش. ليه؟ حتى لو ملوش معنى ضيفه، يعني حتى هو لو ملوش معنى الناس اللي بيشتغلوا اقتصاد قياسي عارفين، لا ضيفه، هيقول لك ضيفه، سيبه. خلاص؟ طيب دي حاجه، الحاجه الاولانيه. طب تعالى نبص على احنا اصلا كنا عاملين الموديل ده عشان نعمل ايه؟ فاكر الكشري؟ الويلث هنا او الثروه هنا في المثال بتاعنا هي الكشري. انا عايز دلوقتي افسر الناس بتبقى غنيه ازاي؟ فبصيت على الانكم الدخل بتاعهم. طيب معنى الاستيميشن اللي طلع لي ده ايه؟ معناه ان دلوقتي لقيته ان هو 0.97 وشويه كسور جنبه كده. طيب ده معناها ايه؟ معناها ان دخل، وخد بالك بقى معايا، لان الانكم هنا متقاس بال 1000 دولار
والويلث هنا متقاس ب 1000 دولار. معناها ايه؟ معناها لو الانكم ده اهو زاد ب 1000 دولار، لو دخلك زاد ب 1000 دولار، يبقى الانكم بتاعك، او اسف الويلث بتاعتك هتزيد ب 0.97 من ال 1000 دولار. ايه هي ال 0.97 من ال 1000 دولار دي؟ يعني تقريبا 973 دولار، لان بتضرب 1000 في ال 0.973 هتديك التاثير او القيمه بالدولار. خلاص؟ طيب، او لو انا مثلا بقول ان هي لو زادت دولار واحد، يبقى اذا ده هي هتزيد 0.9 من الدولار. خلاص؟ وهكذا يعني. يعني باي طريقه تفسرها، مش دي القضيه. المهم تبقى عارف ايه الوحدات اللي بنقيس بيها المتغير التابع، وايه الوحدات اللي بنقيس بيها المتغير المستقل اللي هو الانكم في الحاله ده هي. خلاص؟ طيب، انا قلت هنا لو ده زاد بواحده ده يزيد بالقيمه ده هي. ليه؟ لو انا قلت ده زاد ده يزيد، لان الاشاره بتاعت الكوفيشن ده هي موجب، فاذا هما الاثنين ماشيين في علاقه طرديه مع بعض. لو الدخل زاد الثروه زادت، وده اصلا يعني ميك سنس، يعني ده ممكن حاجه تكون متوقعه اصلا، ان لما دخلك يزيد طبيعي ان الثروه بتاعت حضرتك تزيد. طيب، يبقى ده تفسير المعامل الاولاني ده، او الكوفيشنت الاولاني ده. خلاص؟ بنفس الطريقه ممكن نفسر الكوفيشنت الثاني ده اهو. خد بالك بقى، يعني لو انا قلت ان اهوت ان ده بي زيرو، او اللي هي الاستيميشن بتاع بيتا زيرو، يبقى ده الاستيميشن بتاع ايه، او التقدير بتاع مين؟ بتاع بيتا 1 اللي هي كانت قدام الانكم. يبقى دلوقتي ده الاستيميشن بتاع مين؟ بتاع بيتا 2 اللي هي كانت قدام الايدج، او قدام العمر. ده معناه ايه؟ لو العمر، او اي شخص العمر بتاعه كل ما يزيد بسنه، المفروض بوحده واحده يعني، المفروض، او لان هنا الايدج بيتقاس بالوحده، ما اقدرش اقول بالدولار بقى ده الانكم. يبقى كل ما العمر البني ادم ده زاد بسنه واحده، لان هو متقاس بالسنه العمر، اذا الثروه بتاعته تزيد بكام؟ بالرقم دوت، بواحد. واحد هنا اللي هو 1000 دولار. تمام؟ لان هنا هفكر حضرتك تاني، الورث متقاسه بال 1000 دولار. طيب، خلينا نرجع نبص على الفاميلي سايز. طب الفاميلي سايز معناها ايه؟ معناها ان هنا لو، خد بالك بقى، لو افراد الاسره زادوا بعدد واحد، فرد واحد، لان احنا قلنا الافراد بتقاس يعني بعدد صحيح بقى، مش هيبقى عندنا نص فرد وربع فرد، لا، هو لو زاد بواحد، يبقى معناها ايه؟ معناها ان الولث هتقل. ليه بقى؟ لان الاشاره سالب. الاشاره سالب يعني معناها هما الاثنين ماشيين عكس بعض بقى. يبقى لو ده زاد، خلاص، ده يقل. خد بالك، انا ما بقولش لو ده زاد ده يقل، لان يعني ما بقولش لو ولث زادت الفاميلي سايز يقل. هنا تذكر دايما ان الولث هي المتغير التابع، ما هياش متغير مستقل. الفاميلي سايز هو المتغير المستقل. لما ده هو اللي يتغير، لما الفاميلي سايز، لما حجم الاسره، عدد افراد الاسره يتغير، يقوم الولث يتغير، لان الولث هو التابع في الحاله دي. خلاص؟ يبقى عشان نبقى بنتكلم صح، يبقى نقول لو الفاميلي سايز، لو عدد افراد الاسره زاد بفرد واحد، تقوم الثروه تقل اهو، لان الاشاره هنا سالبه، تقوم الثروه تقل بكام؟ ب 2.8. 2.8 دي انت عارف كام؟ مضروبه في 1000 دولار، لان الثروه متقاسه بالدولار، يعني حضرتك كده تقريبا 2800 دولار. يعني لو واحد جاله طفل جديد، ولا في حد من اسرته يعني زاد، يعني عدد زاد، يوم ثروته تقل ب 2800 دولار. الكلام ده في امريكا مش عندنا، يعني احنا ما عندناش الكلام ده. خلاص؟ المهم، هو ده معنى التفسير بتاع الكوفيشن. يبقى في اول حاجه في اي دراسه، في اي شغل بتعمله، لازم تبقى عارف ازاي تفسر الكوفيشن، لازم تعرف ازاي بتفسر المعاملات اللي طلعت لك دي. خليني افكر حضراتكم تاني كده، هي الفكره كلها ايه؟ عندي مجتمع الامريكان، وعايزين نشوف الايه العوامل اللي بتاثر، اللي بتخلي الناس عندها تبقى اغنيه، يبقى عندها ثروه. خلاص؟ فجبنا مجموعه منهم 9275 واحد، ورحنا درسنا ايه؟ جمعنا بيانات عن ثرواتهم، وجمعنا بيانات عن دخلهم وعمرهم وحجم الاسره او عدد افراد الاسره بتاعتهم، لان احنا متوقعين او بنعتقد ان دخل الفرد وعمره وعدد الافراد في الاسره هي دي العوامل اللي بتاثر على الثروه بتاعته، اللي بتحدد ان كان غني ولا فقير. فبناء على الاستيميشن او التقدير بتاعنا، الاو ال اس او طريقه المربعات الصغرى دهيت، او الليست سكوير زي ما حضرتك شايفها هنا كده، طلعت لي الارقام دهيت. انت دورك انك تفسر الارقام، تبقى فاهم معنى الارقام دي ايه. وهو ده السبب ان انا قلت لحضراتكم يا ريت يعني نتدرب على استخدام البرنامج يعني لوحدنا،
عشان لما اجي انا اشتغل في المحاضره حضرتك تبقى عارف انا كل حاجه بعملها دي عملتها ازاي، عشان ما نبقاش يعني بنعيد الخطوات يعني. طيب عموما، طيب عموما زي ما قلت لحضرتك وكده، يبقى اول حاجه في الانحدار ان انا افسر المعاملات. طيب الحاجه الثانيه هي ان انا اقدر اقول هل المعاملات دي اقدر او اللي انا قدرتها دي، هل ان انا اقدر اعتمد على الكلام ده ولا لا. في الحاله ده هي بنقول ان احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها الاختبارات الفروض. فمعلش خليني هرجع تاني كده، هنزل ده شويه كده وارجع تاني للسلايد بتاعتنا عشان افكر حضراتكم قبل ما انتقل للنقطه اللي بعدها، عشان برضو انت وحضرتك بتبص على سلايدز والماده دي هتبقى على بيادة، هتلاقي هنا بشرح لحضرتك ايه الموضوع بالكامل اهوت، وهتلاقي هنا بشرح لحضرتك الخطوات يعني خطوه خطوه ازاي تعمل الكلام ده في فيوز. يعني حضرتك كل يعني يمكن اللي ما قدرش يتابعني دلوقتي وقال لي يا ريت تعيد ازاي عملت الكلام ده، لا حضرتك تقدر توصله لما تبص للسلايدز او الليكتشر نوتس، حضرتك هتقدر توصل للتفاصيل فما تقلقش. والمحاضره هتتسجل حضرتك برضو تقدر انك تقدر تتفرج عليها، فدي يعني دي حاجات ما تقلقش منها خالص. طيب اذا ده اللي انا عملته، انا عملت كويك استيميشن وبعدين بدات ادخل المعادله بتاعتي وبدات اعمل استيميشن. ده الجدول اللي طلع قدام حضرتك دلوقتي خلاص. والطريقه اللي احنا اللي انا كنت بتكلم بيها هي حضرتك اهي، ده كده الرقم الاولاني ده عباره عن البيتا زيرو او التقدير بتاع بيتا زيرو اللي احنا نسميها بقى بي زيرو اللي هي الصغيره او البي هات او بيتا هات اف خلاص. وده الرقم اللي قدام الانكم اللي قدام الدخل. طب ما تيجي نفسر ده كده تاني، ما هو ده نفس الارقام يعني. لو حضرتك انا رجعت كده ورا كده تاني هي دي نفس الارقام، نفس الارقام اللي تحت الكوفيشن دي خلاص. فكل اللي انا بعمله ايه؟ كل اللي انا بعمله ان احنا محتاجين يعني نعرض نفسر الكلام ده هو. طيب يا جماعه بعد اذنكم المايك، يعني الناس تعبت. المايك يا جماعه نقفل المايكات بتاعتنا. طيب ممتاز جدا، يا الله لما الناس تقفل المايكات بتاعتها بتبقى يعني. طيب عموما الفكره كلها هنا اهو، ده كده انا ما جبتش حاجه من عندي، دي الارقام اللي احنا طلعناها في الجدول اللي هناك، بس الفكره كلها ان انا بوري لحضراتكم ازاي ان احنا ممكن نكتبها في في معلش انا ضحكت، بتطلب ان انا اخرج اللي ما التزمش يعني مش. طيب معلش هندي فرصه للناس تتكلم دلوقتي وتخلص كل اللي يعني اللي جواها موضوع المكان دوت، بس خليني اكمل بسرعه عشان خاطر الوقت. يبقى اذا بس الفكره عندي انا بقول لحضرتك انك ازاي تفسر الكلام دوت. هتلاقيني في السلايد انا ماشي خطوه بخطوه، يعني انا بقول لحضرتك ان انت ما فاتكش حاجه لو انت وقع منك حاجه منك وانا بتكلم دلوقتي. هتلاقيني بالاول بدات اتكلم على الجزء الاولاني خلاص اللي هو الانترسبت او اللي هو الكونسبت وازاي بفسره، هتلاقيني كاتب لحضرتك اهوت. طيب الثاني اللي بعده هتلاقيني بتكلم على الانكم وتفسير الانكم اهوت خلاص، هتلاقيني كاتب لحضرتك اهوت. بيتا هات واحد ده هي تفتكر ان بيتا هات دي معناها هي المقدره اللي انا حصلت عليها من خلال الاو ال اس خلاص، وهتلاقيها بتشرح لك اهوت لما وان انكم انكريز لما الدخل بيزيد بواحده واحده، خد بالك الواحده دي عباره عن ايه؟ عن 1000 دولار، يبقى الوزن 0.97 وقلت لحضرتك اهو ده معناها 1974 دولار وهكذا. فده كده كان جزء التفسير او جزء الانتربريتيشن خلاص. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحته دهيت، ودي خلاص انا هبدا اعديها لان خلاص كده انا فسرت الثلاث معاملات. يتبقى لي بقى حاجتين عايز ابص عليهم النهارده خلاص. ايه هما الحاجتين ده؟ هما هي الاختبارات الفروض، وان هو اقدر اقول يعني مين قال لك ان الدخل بيأثر على الثروه؟ مين قال لك ان عمر بيأثر على ثروته؟ مين قال لك ان الفاميلي عدد افراد الاسره بيأثر على الثروه؟ مبدئيا المفروض ان يكون في نظريه بتقول لك الكلام ده خلاص مبدئيا يعني، لكن ما ينفعش ان انت انك يعني انك يعني انت لو انت مثلا احمد احمد مش معايا 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 مش معاي
لا يا احمد مؤقتا بس هخليه يعرف لحد بكره. طيب انا اسف جدا، يعني انا اكيد في طريقه ان احنا نمنع الناس خالص، نقفل الصوت خالص، ما نسمحش الناس تتكلم بالمايك، فان شاء الله هحاول ان انا اوصل ازاي الموضوع ده بيتعمل، فنقفل المايك خالص، ما يبقاش اصلا مايك متاح للناس يعني. طيب معلش خليني ارجع تاني اللي احنا كنا بنقوله، اللي انا كنت بقوله من ساعتها ان احنا دلوقتي محتاجين نعرف قد ايه العوامل بتاعتنا دي، او ايه اللي بيخلي الناس تبقى اغنياء او لا، ثروه في عمر الشخص، اسف، في دخل الشخص، في عمره، في عدد الافراد اللي في الاسره بتاعته. طب على اي اساس حددت دول؟ قلت لحضرتك ان لازم في الاساس انك تبدا بالنظريه، النظريه هي اللي تقول لك ليه؟ لان انت لو جيت في ابيوز وحطيت ويلت على اليمين وانكم على الشمال، ابيوز مش هيقول لك لا، يعني اي برنامج مش هيقول لك لا، ولو عملتها بايدك ولو انت بتعرف تعمل اول لسه وعملتها بايدك وطلعت الاستيميشن مفيش حاجه يعني محد. الغلط هنا هو انك ما اتبعتش النظريه، يعني مثلا يعني مش معقوله مثلا نقول ان مثلا لما بتنزل الامطار المحصول بيطلع مثلا، خلاص؟ فهنا انا عملت ايه؟ عملت هنا الامطار هي المتغير المستقل، والمحصول مثلا كميه المحصول مثلا هي المتغير التابع. لو انت في ايفيوز مجمع بيانات عن اثنين وعملتها العكس، ايفيوز مش هيقول لك لا، يقول لك ايه؟ لو انت المحصول زاد المطر ينزل اكتر. لا، ما هو ما فيش حاجه عكس اللوجيك، عكس المنطق خالص. لكن ايفيوز مش هيفهم، ايفيوز هو مكن يعني ماشين، مش هيفهم، خلاص؟ فبالتالي يهم يعني مهم جدا انك تعرف ايه المتغيرات اللي تحطها، لازم تكون بتتبع نظريه معينه، ولازم تكون النظريه هي اللي بتقول لك مين المتغيرات اللي بتاثر في الظاهره بتاعتك، خلاص؟ فاحنا مثلا في المثال بتاعنا عايز اعرف دلوقتي هل يعني سي ان النظريه قالت لي ان هم كانوا الانكم او الدخل وعدد افراد الاسره وعمر الفرد مثلا، خلاص؟ وبالتالي دلوقتي انا عايز اعرف قد ايه الثلاثه دول مع بعض بيفسروا فكره الويلث او فكره الثروه، خلاص؟ يعني من الاخر عايز احكم قد ايه النموذج بتاعي ده كويس، خلاص؟ عشان احكم النموذج بتاعي كويس ازاي، في عندي حاجه اسمها ار سكوير، خلاص؟ ار سكوير ده تقريبا بالعربي او الكوفيشنت اوف ديترمينيشن، او بالعربي بيسموه معامل التحديد، بالعربي بيسموه معامل التحديد. طيب معامل التحديد ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي قد ايه من الظاهره، قد ايه من التغير في الثروه الموديل بتاعي او النموذج بتاعي بيفسره. يعني لو انا رجعت للمثال بتاعنا يعني تاجي لسه مش محتاج اعمل شير تاني للسكرين، انا اسف. لو انا رجعت شير سكرين تاني، لو انا رجعت كده للمثال بتاعنا هلاقي ان ار سكوير دي معناها هنا ان انا عندي 17% تقريبا، اهو 0.17 دي معناها ايه؟ معناها ان 17% من التغير في الويلث بيحددوا النموذج بتاعي. النموذج بتاعي يعني ايه اتفقنا؟ يعني معناها ان الانكم الدخل مع العمر مع الفاميلي سايز مع عدد افراد الاسره. فدول كده الثلاثه مع بعض اسمهم النموذج. فالنموذج ده كده مع بعضه الار سكوير اهي، القيمه بتاعه الار سكوير اهي، ده معناها ايه؟ معناها ان تضرب، لو ضربت ده في 100 عشان تفسرها، تضرب ده في 100، فمعناها ان 17% 17 مثلا بوينت يعني 347 بيفسروا من التغير في الويلث، من التغير في ثروه البني ادم، بيفسرها الثلاث عوامل دول. ده معناها ايه؟ معناها ان الباقي ده اللي هم بقى يعني ال 83% دول من التغير في الثروه ما بتفسرش بالثلاث، يعني النموذج بتاعي ما بيفسرهمش، خلاص؟ غير مفسرين، صحيح، خلاص؟ طيب يعني ملحوظه على الهامش، ملحوظه على الهامش عشان خاطر ما تتخضش. قيمة الار سكوير بتعتمد على نوع البيانات اللي عندك، يعني مثلا هنا هي مش مفاجأة كبيرة قوي. ليه؟ لأن البيانات اللي عندي دي كروس سيكشن. كروس سيكشن ليه؟ لأن احنا جينا على أمريكا وخدنا منهم 9000 واحد وسألنا على الثروة بتاعتهم ودخلهم. فأنا زي ما بقول جمعت بيانات عن المتغير ده في مجموعة من الوحدات اللي هم الأفراد هنا في نقطة معينة من الزمن، يعني مفيش سلاسل زمنية خالص، ده كروس سيكشن.
وعاده في النماذج اللي فيها كروس سكشن الار سكوير صغيره. ودي حاجه طبعا نسيت ان انا يعني طبعا ان انا اقولها، ار سكوير المفروض اصلا قيمتها من صفر لواحد، فاذا لو هي صفر معناها ان الموديل بتاعك ما بيفسرش اي حاجه من المتغير التابع، يعني هنا في المثال بتاعنا ما بيفسرش اي حاجه من الويلث. لو هي واحد معناها انه بيفسر 100%، ودي اصلا نقطتين اكستريم، يعني ايه نقطتين؟ صعب جدا تحققهم، انك في نموذج يبقى صفر الار سكوير صفر، او النموذج يبقى الار سكوير 100%. 100% لا اصلا تشك في النموذج بتاعك اساسا، لان صعب جدا انك تحط كل العوامل اللي بتفسر قيمه المتغير او التغير في المتغير التابع. خلاص، اذا يبقى اتفقنا ان قيمه الار سكوير او قيمه معامل التحديد هتبقى في حته بين الصفر والواحد. الحاجه اللي انا خرجت عشانها او اللي قلت عليها على الهامش كده هي فكره ان احنا عاده بنبقى عارفين ان في الكروس سكشن داتا النماذج اللي بتستخدم كروس سكشن زي المثال بتاعنا ده هو عاده بتبقى الار سكوير صغيره. خلاص، ممكن تبقى 10 15 20% وهكذا في الحته دي. خلاص، لكن في السلاسل الزمنيه عشان ارجع افكر حضرتك لما يكون عندك بيانات عبر الزمن، يبقى في الحاله ده هي الار سكوير بنتوقع ان هي تكون كبيره. وفي كل الاحوال كل ما كبرت الار سكوير كل ما كان افضل، لان معناها النموذج بتاعي نجح انه يفسر المتغير التابع. النموذج بتاعي نجح انه يفسر المتغير التابع. طيب، في الحاله ده هي يعني في المثال اللي عندنا هنا الار سكوير هنا عباره عن ليه السؤال بيوصلني بيقول لي ليه في حاله البيانات اللي هي الكروس سكشن الار سكوير متوقعه اصلا ان هي تكون صغيره. ده سؤال يعني مهم جدا طبعا، لان احنا المفروض ان احنا يعني ليه فاهمين ليه الموضوع بيبقى يعني قيمته صغيره. طيب، لو انت يعني بصيت على الـ طبيعه البيانات نفسها، اننا يبقى عندي افراد. خلاص، الافراد دول مهما كانوا او مهما كانت الوحدات، انا اسف مش بس افراد، مهما كانوا هم مختلفين عن بعض. بمعنى ان انت لو انت مثلا يعني اتكلمنا على دخل الافراد، واتكلمنا على عمرهم، واتكلمنا على السايز الفاميلي سايز. خلاص، هل دي كل الخصائص اللي الافراد ممكن او اللي الاشخاص اللي احنا درسناهم تكون بتاثر على الدخل؟ صعب جدا انك يعني في حاجات كتير من الخصائص بتاعتهم ما بقدرش احطها، ما بقدرش اقيسها. يعني ممكن مثلا لو قلت ان في واحد مثلا هو اذكى من الثاني مثلا، ما اعرفش يعني، انا بدي اي مثال. لو في واحد مثلا مش عارف كان عنده ظروف ثانيه ما حصلتش للباقيين. اللي انا عايز اقوله ان عاده لما بيكون عندي وحدات، وطبعا نفس الكلام بينطبق على لو عندي شركات، لو عندي كذا، لان ظروف كل الاشخاص دي مختلفه عن بعضها، وصعب جدا ان انا احط كل الافراد او كل الخصائص دي جوه النموذج. بالتالي طبيعي ان في النهايه يطلع او الجزء اللي يفسره في النموذج من التغير في الثروه يكون قليل مش كبير. فدي حاجه احنا اصلا يعني بالممارسه احنا متوقعينها وعارفين ان هي مش هتبقى كبيره. لكن في التايم سيريس، لان التايم سيريس عاده بيبقى فيه نوع من انك تجيب البيانات من السنه دي للسنه اللي فاتت للسنه اللي قبلها، فبتلاقي فيه نوع من انك يعني في اصلا نوع من بيسموه ايه؟ خصائص السلسلة أصلا بتنتقل معاها. يعني مثلا إيه خصائص السلسلة؟ معناها إيه؟ لو أنت بتتكلم مثلا عن البطالة، معدل البطالة مثلا هتلاقي مثلا استحالة مثلا، أو مثلا الدخل القومي، واستحالة مثلا تلاقي الدخل القومي السنة اللي فاتت مثلا أو السنة دي تضاعف مثلا مرتين ثلاثة، ما ينفعش، هتلاقي صعبة جدا إنك تلاقي حاجة زي كده بتحصل. فهتلاقي التغير ده مش هتلاقيه كبير. معناها ايه؟ معناها ان اصلا الخصائص بتاعتها كانت ماشيه معانا عبر الزمن في كتير من الاوقات. يعني anyway، فخلينا يعني نرجع لموضوعنا تاني، لان دي كانت حاجه في الهامش وكنت عايز اتكلم عليها، ولكن موضوعنا الاساسي هو في طريق تفسيرنا للار سكوير. يبقى في المثال بتاعنا ده، يبقى انا عندي النموذج بتاعي اللي هو عباره عن الثلاثه بيفسر 17% من التغير في الويلث. فده الحاجة الثانية. يبقى خد بالك كده، احنا بصينا على تفسير الكوفيشنت دول، بصينا على تفسير دول. فاضل لي ايه؟ فاضل لي النهاردة ان انا اعرف دلوقتي قد ايه اثق في هذا التقدير. لان احنا اتفقنا
او خليني اقول تاني انا بشكل تاني، خلينا اقول ان احنا لو قلنا ان النظريه عندي كانت بتقول ان الدخل والعمر وعدد افراد الاسره بيأثروا في الويلث او بيحددوا فكره الثروه، على اي او لحد قد ايه ان انا ممكن اثق في الكلام ده؟ هل ممكن في طريقه احصائيه بتخليني هل في طريقه احصائيه بتخليني اقدر احكم على هل الفاكتور ده بيأثر فعلا تأثير على حقيقي او معنوي او احصائيا على المتغير التابع؟ قال لي اه. قال لي في عندك حاجه من اثنين، لو انا هبص على كل واحد لوحده، لو انا كنت ببص على الانكم لوحده او الايدج لوحده او الفاميلي سايز لوحده بستخدم حاجه اسمها تي تيست. لو انت بتبص على النموذج كله هستخدم حاجه اسمها الاف تيست. خلاص؟ يبقى من غير ما يعني التفاصيل موجوده في السلايد، فما نقلقش من ناحيه المعادلات والكلام ده، لان كل الكلام ده موجود في السلايد عند حضرتك فتقدر ترجع له. خلاص؟ فاللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ ان انت في كل الاحوال محتاج انك تحكم قد ايه ان انت يعني احصائيا معنوي او مش معنوي، مهم او مش مهم. يعني مثلا عايز اقول الدخل هنا، هل الدخل بيأثر في الثروه ولا لا؟ في عندك التي تيست زي ما قلت لحضرتك، والتي تيست ده عباره عن ايه؟ عباره عن بشكل بسيط جدا، لو انا رجعت بس لي هنا هنا التي تيست معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اشوف المعامل بتاعي ده هو ايا ما كانت البيتا بتساوي صفر ولا ما بتساويش صفر. لو اللي انا عايز اختبرها دي اسمها الفرض العدم او النال هايبوثيسيس، الفرضيه بتاعتي ممكن هو بيساوي صفر. بيساوي صفر معناها ايه؟ يعني معناها ان الفاريبل اللي كان جنبه او المتغير اللي كان جنبه ما بيأثرش على المتغير التابع، او ان هم بيساويوش صفر، يبقى ده الفرض البديل. فانت عندك حاجه من اثنين، يا اما ده اللي انت بتختبره ولو انت رفضته، ولو انت يعني احصائيا طلع ان الكلام ده مش صحيح، اذا هقبل الفرض البديل. استخدمها، وانا مش عايز اوجع دماغ حضرتك بقصه المعادلات خالص، لان مش هو ده الهدف من الكورس بتاعنا. الهدف في الكورس بتاعنا ما هوش تيري قد ما هو ان احنا نبص على التطبيق. خلاص؟ فببساطه شديده جدا بس عشان افهم حضرتك هي جت منين، بحسب حاجه اسمها التي ستاتستيك او التي. التي دي عباره عن ايه؟ القيمه بتاعه البي هي القيمه اللي انا قدرتها ناقص القيمه اللي انا عايز اختبرها، انا عايز اختبر ان هي بتساوي صفر، مقسومة على الخطا المعياري بتاعها او الستاندر ايرور بتاعها. خلاص؟ طيب الكلام ده ايفيوز بيديهولك اصلا، يعني انا لو رجعت هنا هتلاقي ان ايفيوز هنا عاطيلي لكل واحده من دول. خلاص؟ عاطيلي لكل واحده من دول التي ستاتستيك بتاعتها، اذا انا مش عايز اوجع دماغي بالفورمولا خلاص او بالمعادله اللي انت شفتها دي. خلاص؟ ليه؟ لان انا على طول عارف ان الايفيوز هيدهاني. طيب القصه هنا ازاي يحكم بقى؟ يعني انت هنا عشان معاك اقول لك دي جت منين؟ لو انت قسمت دي على الرقم ده هيديك الرقم ده. لو انت قسمت دي على الرقم ده هيديك الرقم ده، وهكذا. لو انت قسمت الاخيره دي على دي هيديك ده، وهكذا. يبقى التي ستاتستيك دي او ساعات بنسميها التي ريشيو، لان هي عباره عن ده مقسوم على ده، فعشان كده بيسموها ان النال هايبوثيس او الهايبوثيس او الفرضيه اللي انا كنت بختبرها ان البيتا بتساوي صفر. ففي الحاله دي ايه؟ انا عايز اقول دلوقتي برفض ولا بقبل؟ لو انت عندك التي دي اكبر من التي اللي المفروض انك تجيبها من الجدول، ومش عايز اوجع دماغك توصل للجدول ازاي؟ الطريقه انك تقول فيها انك تبص على البي فاليو. خلاص؟ البي فاليو او البروبابيلتي فاليو هي دي. لو انت عندك دي صغيره اصغر من 5%، اذا انك ترفض الفرض اللي احنا فرضناه. احنا فرضنا ان البيتا دي بصفر. طب خد بالك، لو البيتا اللي كانت قدام الانكم دي بصفر معناها ايه؟ معناها ان الانكم لو انا قبلت ان الانكم البيتا 2 كانت بصفر، معناها ان لو صفر معناها انه ما بيأثرش في الولد. ليه؟ يا جماعه المشاكل العائليه مش عايزينها معانا. قاعده هم اصلا عايزين. طيب يا جماعه مش معقوله ان المشاكل العائليه طالعه معانا، يعني ما ينفعش كده والله. طيب المهم خلينا نرجع تاني لموضوعنا. الموضوع زي ما قلت لحضراتكم كده، ثواني يا جماعه معلش، هو ده بيرجعني تاني.
طيب انا اسف جدا، معلش موضوع المايك مش في ايدي، الناس بتعمل يعني انميت للمايك بتاعها، ولكن خليني ارجع تاني للسكرين بتاعتي. كل اللي انا عايز اقوله هنا ان انا من غير ما ادخلك في الفورمولا ومن غير ما ادخلك في التي ستاتستيك وازاي تجيبها من التيبل، انت ممكن ببساطه شديده ممكن تبص على البي فاليو دي. فلو البي فاليو دي صغيره، وعاده الناس بتقارن بواحده من ثلاث حاجات، يا اما ب 1% يا اما ب 5% يا اما ب 10%، فخلينا احنا نقارن ب 5%. 5% يعني ايه؟ يعني 0.05. فلو دي اقل من 0.05 معناها انك بترفض الفرض العدم او النال هايبوثيسيس اللي بتقول ان البيتا بتاعت دي بتساوي صفر. رفضناها يعني ايه؟ يعني معناها ان الانكم مهم، ان الانكم ده بيأثر في الويلث. فزي ما حضرتك شايف كده هتلاقي ان احصائيا او بناء على اللي احنا حسبناه ده او على الابيوز حسبه لنا، احصائيا معناها ان الانكم سيجنيفيكانت، يعني معناها ليه تاثير معنوي على الـ الـ على الـ على الـ على الثروه. ليه؟ لان القيمه بتاعه البي فاليو بتاعته اقل من 5%. 5% اللي هي ايه؟ 0.05 سوري 0.05 خلاص. وهو واضح ان كلهم صفر، معناها ان ايه؟ معناها ان الانكم مهم في تفسير الدخل او بيأثر على الدخل. والايدج او العمر معناه ان هو مهم، لان هو معنويا اهو سيجنيفيكانت، ليه تاثير معنوي. تاثير معنوي ليه؟ لان البي فاليو بتاعته اهي اقل من 5% صغيره. يبقى اذا ببساطه شديده من غير ما اوجع دماغك بازاي بتتحسب التي ستاتستيك وازاي ان انا اروح اجيب التي كريتيكال من التيبل، الكلام ده خلاص بالنسبه لنا ما عادش مهم، لان احنا دلوقتي بنركز في التطبيق. بنركز في التطبيق يعني انا محتاج اعرف ايه اللي انا اقدر اخرج منه من الجدول ده. الجدول اللي الايفيوز طلعه لي ده الحاجه اللي كان ممكن تقعد لك ساعه ساعتين الايفيوز طلعها لك مره واحده خلاص. طيب المفروض ان انا ايه اعرف ازاي او اتعلم ازاي استخدم الايه الريزلت دي او النتائج دي. فزي ما قلت لحضرتك كده، رقم واحد احنا بنفسر المعاملات ازاي، يبقى دي تتعلمها النهارده. رقم اتنين معنى الار سكوير دي معناها ايه. رقم ثلاثة اقدر اقول كل واحد من المعاملات دي لوحده معنوي ولا مش معنوي. معنوي ولا مش معنوي ممكن ابص على البي فاليو بتاعه. لو انا لقيت البي فاليو بتاعته اقل من 5% يبقى هو معنوي عندي 5%، اقل من 1% يبقى هو معنوي عند اقل 1%. طيب انا عايز لو هو معنوي عند اقل 1% ده افضل حاجه، لان في الحاله دي معناها ان انت خلاص يميني بقى اشتغلت. طيب خليني اكمل. يبقى ده الحته بتاعت اللي هي الانديفيدوال بارامترز، او لو انت بتختبر كل واحده لوحدها، او لو انت عايز تقول كل واحده لوحدها، كل واحد لوحده الانكم او الايج او الفاميلي سايد، كل واحد لوحده ليه تاثير معنوي على الثروه ولا لا، فبص على البي فاليو بتاعته. وخلينا نفتكر القاعده كده، انا محتاج البي فاليو صغيره عشان ارفض الفرض بتاعي اللي كان بيقول ان البيتا ده هي بتساوي صفر، وبالتالي معناها ان الفاليو ده بيأثر تأثير معنوي على المتغير التابع. هتنقل بقى للنقطة الثانية اللي هي إيه؟ بتقول لي طب لو أنا عايز أختبر النموذج كله ككل. لو أنا عايز أختبر النموذج كله ككل مع بعض، يعني الإنكم والإيج والفامي سايز كلهم مع بعض. في الحالة ده هي ببص على الإف تيست. شايفين حضراتكم الإف تيست اللي تحت دي أو الإف ستاتستيك؟ برضه لو أنت كنت هتحكم من قيمة الإف ستاتستيك محتاج إنك تقارنها بإف بتاعة الجدول بتاعتها، بتاع توزيع إف. انا مش محتاج اوجع دماغك بانك تروح للكلام ده، لانك ببساطه شديده ممكن تروح على البروبابيلتي بتاعتها او البي فاليو بتاعتها. برضو نفس القاعده بتاعتنا، لما تكون البي فاليو صغيره يبقى انا برفض الفرض العدم. وفي الحاله ده هي معناها ايه؟ هو الفرض العدم كان بيقول ايه؟ الفرض العدم كان بيقول ان دول كلهم بصفر، يعني ان البيتا 2 والبيتا او البيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3 بيساوي صفر، كلهم بيساوي صفر خلاص. لان انا كده بختبر معنويه النموذج كله، مش بختبر معنويه كل واحد لوحده خلاص، كل معلمه لوحدها. انا بختبر معنويه النموذج كله، يعني الثلاثه دول مع بعض. فمعناها ايه؟ ان النم بتاعي او الفرض العدم بتاعي ايه؟ ان بيتا 1 بتساوي صفر وبيتا 2 بتساوي صفر وبيتا 3 بتساوي صفر. ففي الحاله دي لما يبقى عندي البي فاليو صغيره معناها ايه؟ ان انا برفض الفرض ده. برفضه يعني ايه؟ يعني البيتات دي مش معناه ما بتساويش صفر. الله، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان النموذج ده او ان الثلاثه دول مع بعض مهمين في تفسير الويلث، او ان هم نجحوا او ليهم تاثير معنوي مع بعض. الثلاثه مع بعض ليهم تاثير معنوي على قيمه ثروه الناس خلاص. فخليني بس عشان الخص اللي احنا قلناه دلوقتي كله، لان الجدول ده مهم بالنسبه لي عشان هو ده
هو ده الاساس، يعني هو ده الاساسيات. يعني لا انا يعني في الاساس محتاج ان انا اعرف كل واحده في دول. بس النهارده احنا بصينا على كام حاجه مهمين، وبعد كده هنكمل واحنا ماشيين في المحاضرات هنبدا نكمل واحده بواحده. خلاص طيب، مبدئيا ده المتغير التابع، دي طريقه التقدير، ده الوقت اللي حضرتك يعني عملت بيه التقدير. خلاص ده السامبل اللي انا عملتها هنا، دي المتغيرات المستقله بتاعتي بما فيها بالاضافه للانترسبت او الثابت بتاعي. المهم عندي ايه؟ ان انا افسر كل واحده من المعاملات ده هي معناها ايه. الحاجه الثانيه افهم معنى الار سكوير دي ايه. الحاجه الثالثه هنا اعرف اقول كل واحده منهم لوحدها ما لها تاثير معناها على المتغير التابع ولا لا. لو بصيت على دي، على الاف هنا والبي اللي تحت دي، معناها النموذج ولا لا. في كل الحالات هنا بتربط يعني معناها ماضي يكون ليها تاثير، وهنا لما بتكون البي فاليو صغيره. لما انت بتبص على البي فاليو هي صغيره صغيره، يعني ايه؟ احنا بنقارنها بايه؟ بنقارنها يا اما ب 1% يا اما ب 5% يا اما ب 10%. في الحاله بتاعتنا دي البي بتاعتنا تقريبا صفر، صغيره جدا. خلاص، وبالتالي فاحنا بنقول ان الدخل مثلا هنا كمثال له تاثير معنوي على الثروه عند 1%. نفس الكلام العمر له تاثير معنوي على الثروه عند 1%. هنا الموديل او النموذج كله له تاثير معنوي على الثروه عند كام؟ عند 1%. خلاص، فدي الحاجات اللي انا عايز اعرفها ومهم قوي ان احنا نعرفها في الريزلت بتاعتي. في حاجه اخيره هقولها خلاص، وهنتوقف عندي وابدا اخد اسئله حضراتكم لو حد عايز يسال اسئله. الحاجه اللي عايز اقولها اللي هي ايه؟ زي مثلا انا بصراحه مش عايز اختبر البارامترز او المعلومات كل واحده لوحدها، يعني مش عايز ابص هنا، وفي نفس الوقت مش محتاج ابص عليهم كلهم. لا، ده انا شاكك في العمر وفي وعدد افراد الاسره. يعني انا عايز اختبر الاثنين دول بس، مش عايز اختبر النموذج كله اللي هو يعني الاف تيست، ومش عايز اختبر كل واحده لوحدها يعني التي تيست وابص على البروبيلت بتاعتها هنا. ده انا عايز بس اختبر الاثنين دول. فخليني اوري حضرتك تعملها ازاي. طيب خليني اوري حضرتك تعملها ازاي. يعني لو رجعنا كده وقلنا مثلا هنا يعني انا عايز هنا اختبر سواء ان الايدج فاميلي سايز مهمين يكونوا عندي في النموذج ولا لا. يعني انا عايز اختبر معنويه الاثنين دول بس. خلاص، ففي عندي حاجه اسمها اللي هو الوولد تيست. الوولد تيست ده بعمله ازاي؟ لو حضرتك رحت كده على بعد ما بتعمل التقدير بتاعك، لو حضرتك رحت على قائمه فيو، هل الناس شايفه قائمه فيو؟ خليني اعمل هنا قائمه فيو. خلاص، هنا بروح على قائمه فيو، وبعدين بروح على الديجنوستكس، وبعدين بروح على الوول تيست. انا حاليا ثواني تاخدوا بالكم دي جت منين. يبقى فيو كوفيشنت دايجنوستكس، وبعدين وول تيست كوفيشنت ريستريكشن. ليه؟ انا عايز احط ريستريكشن على البارامترز اللي قدام الايدج والفاميلي سايز، عايز اشوف هم دول معنويين ولا لا. فبعمل ايه؟ بروح هنا ايفيوز بيقول لي لما ضغطت اوكي بيقول لي دخل الريستريكشنز اللي انت عايزها. فانا عايز اختبر، خد بالك هنا الترتيب مهم قوي، لان هنا معناها ايه؟ معناها ايفيوز هنا فاهم ان دي بيتا الاولانيه، او ان ده الكوفيشنت الاولاني وده الكوفيشنت الثاني وده الكوفيشنت الثالث وده الكوفيشنت الرابع. فايفيوز بيعد، يعني بيعد بالترتيب اللي انت دخلت بيه الفاريبلز، مش فارق معاه انت كنت كاتب المعادله شكلها ايه، لان ايفيوز ما شافش المعادله اللي في السلايد بتاعتي، هو ايفيوز شاف دي. فيبدا يعد يقول لك ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، ده اربعه. ففي الحاله دي، وبيديك هنا مثال ازاي تكتب الريستريكشن. فانا في الحاله دي عايز اختبر ايه يا جماعه؟ عايز اختبر اشوف العمر وعدد افراد الاسره الاثنين مع بعض، هل هم معنويين ليهم تاثير معنوي على الولف ولا لا؟ فبقول له والله سي هنا الايدج كام بقى؟ 1 2 3، يبقى سي 3 خلاص بيساوي 0 كوما، واقول له سي 4 اللي هي عباره عن الفاميلي سايز بيساوي 0. كده انا بختبر ايه؟ بقول له بعد اذنك كده يا عم فيوز اعمل لي وول تيست، ده اللي بيختبر لي بيقول لي ان الاثنين دول نشوف معنويتهم مع بعض شكلها ايه. يا
يعني هل هم معنويين ولا لا؟ ودست وضغطت اوكي، طلع لي كده جدول عجيب غريب، مش مهم ما تشغلش بالك بالتفاصيل بتاعته، انا عايزك تبص فين؟ عايزك تبص على قيمه الاف تيست والبروبابيلتي فاليو بتاعتها. خلينا كده نفتكر نفتكر النال هايبوثيسس كان ايه؟ النال هايبوثيسس كان ان بيتا بتاعت اللي هي بتاعت الفاميلي سايز والبيتا بتاعت الايج بيساوي صفر مع بعض. فلما كل البروبابيلتي فاليو اقل من 5% بنرفض الفرض ده، فاحنا رفضنا الفرض ده، معناها ايه؟ معناها ان الاثنين مع بعض ليهم تاثير معنوي على الثروه. طيب هو ليه انا بعمل الكلام ده؟ او ليه بختار يعني مجموعه من يعني بدل ما اختبرهم كلهم زي ما انا قلت كده، يعني زي ما عملناها قبل كده، ثواني ارجع ده تاني لاصله. طيب زي ما اختبرناها قبل كده، لا يعني ليه ما نبصش على كل واحده لوحدها؟ واحنا اتعلمنا ازاي نبص على كل واحده لوحدها نشوفها معنويه ولا لا، وبعدين اتعلمنا نشوف الموديل كله ولا لا. طب ليه انا عايز اختبر مجموعه من البارامترز مش كل البارامترز؟ لان ساعات بيكون عندك موديل مثلا فيه ست فاريبلز مثلا، يعني خلاص، وانت مش متاكد دلوقتي يعني في اثنين عندك شك هل هم مهمين اصلا، يعني في عندك تو فاريبلز مش عارف هم اصلا مهمين يتضافوا للنموذج ولا لا. فانا ممكن اختبر معنويه الاثنين بس، مش لازم اختبر. ما هو انا لو بصيت على الاف تيست كله انا ببص على معنويه السته مع بعض خلاص، ولو ببص على التي تيست يبقى انا ببص على معنويه كل واحد لوحده. فانا كمان بقى ممكن ابص على مجموعه من السته، عايز ابص على اثنين او على ثلاثه مع بعض، فممكن افيوز يعملها لي. عشان تاني افكر حضرتك، هو كل الحكايه ان انا كنت بختبر هل الحمر والفاميلي سايز مهمين في النموذج ولا لا. فخليني ارجع لاوري بس حضراتكم ان كل الكلام ده موجود هنا في المثال اللي موجود في السلايد اللي هيكون مع حضراتكم، عشان بس الناس اللي ممكن فاتح حاجه وانا بتكلم او كانت بسرعه ما تتخضش وتقول ان احنا يعني ضاع حاجه مننا او كده. اهوت كل حاجه موجوده هنا، ثواني. طيب هنا هتلاقي هنا اهوت طبعا بالصور بوري لحضرتك، يعني انا حطيت كمان الصور من الفيوز. هي مش براكتيكال قوي، لكن بس عشان يمكن مش براكتيكال يعني تاخد وقت كتير، اقعد اخد يعني سناب شوت كده، ولكن لان كده في الاول وفي الاخر بعملها في المحاضره، بس قلت برضو نسيبها لحضراتكم عشان خاطر لو حضراتكم عاوزين ترجعوا لها. خليني ارجع للاكسكلوجن ريستريكشن. احنا قلنا كل ده اللي انا شرحته مفيش مشكله. الاكسكلوجن ريستريكشن هنا المثال اهوت، انا كل اللي انا كنت عايز اقوله ان انا عايز اعرف ان ده مع ده بيساوي صفر ولا لا، اللي هو البارامتر بتاع الايدج والبارامتر بتاع الفاميلي سايز، وعشان كده كنت بستخدم الاف تيست. هنا في الايفيوز بالظبط، هنا في الايفيوز بشرح لحضرتك هو ازاي بيتعمل. يبقى ده فيو، قائمه فيو، الكوفيشن دايجنوستكس، وول تيست، وبعدين ببدا اكتب اللي هي الريستريكشنز اللي انا عايز اعملها، اللي انا عايز اختبره. طبعا دي طريقه ثانيه ان احنا نكتبها، انت ممكن تكتبها بالشكل ده، يعني تقول له سي 3 بتساوي سي 4 بتساوي صفر، يا اما بتقول له سي 3 بتساوي صفر وبعدين كوما وبعدين سي 4 بتساوي صفر وبعدين اوكي، بيديك الجدول دهوت، ومن خلالها بقدر احدد واقول ان كان يعني ان كان اقدر اقبل ولا ارفض الفرض ده. فهنا واضح ان البروبابيلتي بتاعتي صغيره صفر، فمعناها ان انا برفض الفرض دهوت. خليني ارجع كده للفرض بتاعي، الفرض بتاعي اهوت ان الكوفيشنت او المعامل بتاع العمر وبتاع الفاميلي سايز بيساوي صفر مع بعض، لا هم ما بيساووش لان انا رفضت الفرض ده، فبالتالي معناه ان هم مهمين للنموذج بتاعي. فده كده كانت الحاجه الاخيره اللي كنت عايز ابص عليها النهارده. فخلينا بس تاني كده يعني نلم اللي احنا اتكلمناه فيه، وبعدين اقول لحضراتكم اودي لحضراتكم ان احنا نسال الاسئله اللي احنا يعني الاسئله اللي انت عاوزينها. يبقى رقم واحد، نموذج انحدار معناه ايه، او اي نموذج معناه ايه؟ معناه ان في عندي معادلات، وفي التالي اللي احنا بصينا عليه النهارده هي لما بيكون عندي معادله واحده خلاص. والحاجه الثانيه اتعلمنا يبقى عندي في متغير تابع على الشمال اسمه واي، في متغيرات مستقله بتفصل المتغير التابع على اليمين اسمها اكس، اكس 1 اكس 2 اكس 3 زي ما تبقى، وفي جزء الايرور جزء حد الخطا ما بعرفش افسره، بيبدا بمتغير عشوائي خلاص، بعمل عليه شويه اسامبشنز. مش
وبعد كده بناء على الاستمرارات دي جت حققت، يبقى الاستيميشن بتاعي اللي هو بناء على الاول بيست لينير ان بايز استيميتور هو افضل حاجه. طيب الحاجه الثانيه ازاي بعمل بقدر البارامترز دي، بجيب عينه، لان ما اقدرش ان انا يعني ما اقدرش ان انا ادرس المجتمع كله، ما اقدرش ادرس المصريين كلهم، ما اقدرش اسال المصريين كلهم عن ليه هم بيشتروا كشري، ما اقدرش اسال الامريكان كلهم عن بياناتهم عشان اعرف ثروتهم بتيجي منين، خلاص. وبالتالي محتاج ان انا اخد عينه، وبناء على عينه بعمل تقدير للبارامترز. يبقى انا شغلتي في الاحصاء او شغلتي في الاقتصاد القياسي او شغلتي في اللي انا بعمله ان انا اقدر قيمه البيتاز دي او اللي هي البيتا الكبيره دي، خلاص. الطريقه بتعملها لي او ليس، وقلنا ان هي سهله جدا، ان انت في الابيوز انك تعمل الكلام ده، انك بتروح على في عندنا ثلاث طرق انك تعمل الكلام ده، زي بالظبط دي ثلاث طرق انك تعملهم. قلت لحضرتك يا اما من اوبجكت نيو اوبجكت ايكويشن او اللي احنا عملناها النهارده دي، انا استخدمتها النهارده، انا بروح للتايمد كويك وبعدين استميت ايكويشن وبعدين باكتوب الايكويشن بتاعتي بالشكل ده هوت، خلاص ده كده سوري ده كده الايكويشن اللي كتبتها ويلث وبعدين الكونستنت وبعدين الثلاث فاريبلز اللي هم اللي انا يعني في او في نظريه او في كلمه بنعتقد ان هم بيفسروا نفس الاغنيه بطريقه التقدير. اللي يهمني من هنا اللي هو ازاي اقدر افسر الريزلت، ازاي اقدر افسر النتائج اللي بتخرج لي من ده. يهمني جدا ان انا ازاي اعرف افسر الكيشن دي كل واحد لوحده، يهمني ازاي اعرف افسر الار سكوير، يهمني جدا اعرف ان انا اقدر اقول ان الربح كل لوحده هل هو معنوي ولا لا، يهمني ان انا لما ابص هنا على الاكسبكتد اقدر والبروبابيلتي بتاعتها اقدر اقول ان النموذج كله معنوي ولا لا، يعني احصائيا هل هو بيأثر تأثير معنوي على الثروة ولا لا. الحاجة الأخيرة اللي اتعلمناها النهارده ازاي في ازاي اعمل بولد تيست، ان انا اختبر مثلا ايج وفاميلي سايز مع بعض. طب لو انا كنت عايز اختبر انكم مثلا وايج، الناس لو اديت مثال تاني عشان خاطر الناس، لو انا مثلا كنت عايز اقول راح في ال I think is this one. لو انا عايز مثلا اقول residual diagnostics or coefficient diagnostics وعايز اقول له wall test، ففي الحاله دي هقدر اقول له هقول له طيب اختبر لي سي 2 بدل بقى ما بقول سي 3. ثواني خليني اقرب الشاشه شويه. في الحاله دي كنت هقول له سي 2 بتساوي صفر و سي 3 لان هو ده كان ثالث واحد بتساوي صفر. في الحاله دي انا بختبر مين؟ بختبر ثاني كوفيشنت وثالث كوفيشنت. افكر حضراتكم ثاني، ايفيوز بيعد، ايفيوز ملوش علاقه الكوفيشنت دول انت كنت كاتبهم في المعادله شكلهم ايه؟ كنت كاتبهم بقى بيتا 0 بيتا 1 بيتا 3 بيتا 4، هو ما بيفهمش الكلام ده. هو كل اللي يفهمه ايفيوز اللي انت الناتج اللي قدامه ده. يعني مثلا خليني برضو وهي فرصه ان انا اعمل ديليت الايكويشن، فرصه ان انا اوري لحضراتكم طريقه ثانيه نعمل بيها الريجريشن في ايفيوز. ممكن ان انا اقول سوري لخبطت انا الدنيا كده، طيب الماتيريال هيفتح بس يا جماعه سيبونا مش عارف. طيب خليني ان انا ممكن اقول بدل ما نروح كويك استيميت، ممكن برضو ما ظهرتش سوري المفروض تظهر كده كده، ممكن اقول له ls هنا بدل ما بستخدم القوائم ممكن اكتب الكوماند، ممكن اكتب الاوامر. فالامر اللي بيفهمه ايفيوز عشان يعمل ls اسمه ls، خلاص. واكتب الفاريبلز بتاعتي، ببدا بالمتغير التابع وبعدين كونستنت والمتغيرات المستقله. حطيت انا انكم وايج وفاميلي سايز وبتضغط انتر. اوبس في واحد فيهم غلط مش موجود، التالت فاريبل ده اللي مش موجود كتبت انا اي اف اي. طيب كده ضغطنا انتر ادانا الريزلت. طيب عشان بس افكر حضرتك، هي الفكره هنا ان احنا حفظت
الشاشه لما بعمل زوم دي. خلينا نفكر حضرتك هنا ده كده انكم ايج فاميلي سايز، ده كده الترتيب اللي انا دخلته هنا. يعني لو انا دخلت الترتيب ده بترتيب تاني الفيوز هيعمل الترتيب التاني. اذا لما اجي اعمل وول تيست انا بعد الكوفيشنت، عشان بس في ناس سالتني هو الثانيه انت كنت كاتبها بيتا 0 والمفروض ان هو الايدج يبقى بيتا 2. لا الفيوز بيعد، الفيوز ما حضرش المحاضره معانا، الفيوز ما شافش السلايدز بتاعتي خلاص. الفيوز بيعد الكوفيشنت بتاعته خلاص، وبيعد من اول واحد ما بيعد الصفر. يعني انا في المعادله بتاعتي كتبت بيتا 0 بيتا 1 بيتا 3، هو ما بيعدش كده، هو بيعد بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. اذا هو بيعد خلاص. فاللي انا عايز اقوله ان انا لو كنت كتبت المعادله دي الفاريبلز دي بترتيب تاني، يعني انا لو عملت كده خلاص وحطيت انكم قبل اخر حاجه مثلا اهو خلاص، هنا في الحاله ده اهي المعادله الجديده اهي، شايف حضرتك هنا كده بص لي هتلاقي ايدج فاميلي سايز انكم او بالترتيب اللي انا دخلت بيه الامر خلاص. يبقى اذا الفيوز ما بيفهمش المعادله بتاعتي كان شكلها ايه. فلما اجي اعمل هنا التيست بتاع الدياجنوستيك اللي هو الوول تيست انا بعمله بناء على ايه؟ بناء على الترتيب. فانا خليني هنا اروح على وول تيست اجين اهو، يبقى عشان تفكر حضرتك فيو كوفيشن دياجنوستكس وبعدين وول تيست، وهنا بكتب ريستريكشن. وانا بكتب ريستريكشن انا بشوف هو انا عايز اعمل ريستريكشن على ايه. فانا لو عايز اعمل ريستريكشن على ايج وفاميلي سايز في الحاله دي هتلاقي هنا 1 2، يبقى انا عايز اقول للايجوز بص لي على الكوفيشن الثاني بيساوي صفر والكوفيشن الثالث اللي هو فاميلي سايز بيساوي صفر، وبضغط انتر يديني الريزلتس. وفي الحاله دي ببص على زي ما قلنا لحضراتكم بنبص على الاف ستاتستيك والبروبابيلتي فاليو بتاعتها، وبين ان البروبابيلتي فاليو بتاعتها صغيره فاحنا بنرفض الكلام ده، ومعناها ان التو فاريبلز مهمين او بيأثروا تأثير معنوي على الويست. ده كده كان بشكل يعني بشكل سريع ازاي بنعملها في فيوز. طبعا في المحاضرات اللي جايه اتوقع ان المفروض يعني هيبقى في تطبيق اكتر، بمعنى او اللي يهمني اكتر من ان انا الثيري، لان انا عايز اقول لحضرتك حاجه. لما هتبص على انت حضرتك لما هتبص على السلايد لما نرفعها هتلاقي فيها ثيري، هتلاقي فيها مكتوب تفاصيل، هتلاقي مكتوب يعني ايه تي تيست خلاص. يمكن انا ما شرحتش التي تيست دلوقتي، ولكن انا قلت لحضرتك تطلع يعني تطلع بقرار ازاي، يعني بصينا اكتر بشكل عملي. لكن لو حضرتك عايز تفاصيل هتلاقي التفاصيل موجوده في موجوده في السلايد، هتلاقي تفاصيل اكتر عن اللي هي الخلفيه النظريه. لكن اللي انا يهمني في الكورس بتاعنا ان انا لما يبقى في داتا اعرف ازاي اتعامل معاها، واعرف ازاي ادخلها في فيوز، واعرف ازاي احلل النتائج اللي قدامي خلاص. فخلينا نتفق على ان احنا اللي احنا هنعمله كل مره بعد كده هنحط البيانات دهيت ونبدا نحط في فيوز ونقول نعمل الاختبار ازاي ونفسر الريزلت ازاي ونكتبها ازاي. هو ده الحاجه اللي احنا عايزين نركز عليها. لكن بقى بقيه الثيري الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم من الاول، هو المقصود من المقرر ده ان هو ايكونومتريكس باي اكزامبل، انك تعلم ايكونومتريكس بانك تطبق مثال خلاص. فخلينا ناخدها واحده واحده مع بعض ونشتغل على امثله تمام. وكل ما هنحتاج حته ثيري او نظريه هرجع لها، وما عنديش مشكله في الناس اللي بتحب الثيري يعني ان انا اتكلم معاهم اكتر بتفصيل اكبر، وان انا حتى اسجل فيديوهات لوحدها عشان خاطر الناس اللي مش عايزه يعني توجع دماغها بتفاصيل كتير. ممكن اسجل فيديوهات قصيره مع فيديوهات فيوز اشرح فيها كمان الثيري بتفصيل اكبر، واللي الناس عاوزه تتعلمها في الكيلومتريكس او في الاختبار القياسي. اللي انا يهمني النهارده ان احنا نكون بس حاطين الفرشه بتاعه الموضوع والطريقه اللي هنشتغل بيها. ولكن طبعا حضراتكم موجودين معانا على بياز على صفحه الكورس، ولو لسه ما سجلتش سجل بعد اذنك، برضو بص على الايميل بتاعك هتجيلك الدعوه، جات لك الدعوه باللينك بالرابط بالاكتيفيشن كود بكل حاجه، وفي فيديو على الفيسبوك شرحت فيه ازاي ترجع ازاي تشترك على بياز. اللي انا عايز اقوله ان الفيدباك من حضراتكم النهارده مهم قوي بالنسبه لي. ليه بقى؟ لان ده كان تصوري انا على ازاي اشرح الحته دي او ازاي اشرح الايكونومتريك اكزامبل. النهارده ممكن حد يقول لا طب في حته احنا عايزين منها نزود شويه، في حاجه او عايزين مثلا بدل ما تقعد توجع دماغنا بسلايدز، لا انت هات من البيانات بقى واشتري دماغك وابدا بس من اول محاضره الاخيره اشتغل على ايديوز، واحنا معاك كده وشغالين خلاص. لو هو ده اللي احنا عاوزينه انا معاك ما عنديش مشكله. انا يهمني هديك السلايدز برضه تبص عليها، بس انا اللي يهمني في النهايه انك تبقى عارف تعمل انك تعملها، انك تقدر تحطها في ايدك، يعني تحط البيانات في ايديوز تشتغل وتقدر تطلع الريزلتس وتقدر تتكلم عليها خلاص.
ده كده يعني الشكل الاساسي بتاع الموضوع. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا منفتح على او يعني على اي فيدباك من حضراتكم، مزيد من الامثله هنبعت لحضراتكم، مزيد من الامثله، مزيد من التفسيرات، فيديوهات مسجله هنعمل لحضراتكم، السلايدز والفيديوهات الفيديو متسجل، يعني المحاضره دي متسجله، السلايد هتبقى مع حضراتكم، كل الماتيريال هتبقى مع حضراتكم، يعني ما حدش يقلق من علاقه الماتيريال والداتا سيت والكلام ده والفيديوهات، كل ده متاح ان شاء الله. برضو بس عشان اوضح لحضراتكم، متاح على موقع بيادة، مش هننزله على الفيسبوك، مش هننزله في اي حته ثانيه، يبقى ده موجود على بيادة. الناس اللي بتسالني ازاي ندخل البيانات، احنا شرحنا في فيديوهات منفصله ازاي ندخل البيانات، ولو حضرتك او حضرتك ما اتفرجتش عليها هتلاقيها موجوده على بيادة. فانا دلوقتي يعني انا دلوقتي ببص على الاسئله بتاعتكم خلاص، وهبدا اجاوب على الاسئله يعني واحده بواحده. اجراءاتي النهارده لو امكن، مين اللي عمال بيشخبط على الابيوز اللي انا بستخدمه ده ابيوز الستودنت فيرجن اللي هو رقم 9 خلاص. في ابيوز 8 كويس، ابيوز 7 كويس، اي نسخه توقع ايدك عليها مفيش مشكله. What can the independent variables be not linear؟ بالظبط الاكس لما تترفع للاس سكوير، ده المحاضره الجايه الفانكشن فورم هنتكلم عليها المره الجايه. Getting slides first. هنحط السلايدز مفيش مشكله نرفعها. ما وصلنيش الايميل وكلمه السر بتاعت بيد، هرفعها نبعتها تاني ماشي. جهاز اتفضلي اسالي سؤالك على طول. بتاعي ممكن اطبق بالداتا مع نفسي بعد المحاضره ما تنتهي. البيانات هتكون موجوده على بيادة بعد المحاضره، حضرتك تقدري تطبقي المثال كله وتمشي ورا الاستاذ خطوه بخطوه، وهو ده الافضل وهو ده الاحسن. حضرتك لازم بعد المحاضره تطبق بايدك. كيف يكون حجم الار سكوير؟ حجم الار سكوير احنا اتفقنا في البيانات التايم سيريس عاده بنتوقع ان يكون اكبر. الادجستد ار سكوير، طيب يمكن دي حاجه انا ما اتكلمتش فيها، طبعا انا اسف ما وصلتلهاش، ولكن الادجستد ار سكوير الفرق بينه وبين الار سكوير العاديه ان الار سكوير كل ما بتدور عدد الفاريبلز الار سكوير بتزيد خلاص، سواء كانت الفاريبلز دي مهمه او مش مهمه. وعشان كده عملنا حاجه اسمها الادجستد ار سكوير اللي هتلاقيها تحت قيمه الار سكوير. عاده في المالتي ريجريشن او الريجريشن في عدد فاريبل كتيره بيستحسن انك تبص على الادجستد ار سكوير. طيب ماشي، ازاي نوصل للبرنامج؟ في فيديو على صفحه الفيسبوك بيشرح ازاي توصل تنزل نسخه مجانيه من البرنامج، ودي نسخه ستودنت فيرجن. هنشرحها كل محاضره، هنتكلم على بقيه النتائج اللي طلعت في فيوز. اختبار المعنويه ليه 5% و10%؟ هي 5% 10% او 1%، دي قيم بتاخدها بشكل تحكمي. دي ما يعني دي حاجه انت بتقررها، وكل ما كانت القيمه صغيره كل ما كان افضل معناه انك متاكد اكتر. تفسير التي تيست، التي تيست زي ما احنا اتفقنا هو الفكره انك بتشوف كل بارامتر لوحده او كل معلمه لوحدها، يعني ليها معنوي ولا او معنويه ولا لا خلاص. على اي اساس اختيار المتغيرات المرغوب فيها اختبارها؟ لا، هو على اي اساس؟ انا بقول لحضرتك ده كان مثلا مش لازم انك تعملها، مش لازم انك تختار تو فاريبلز زي ايج وفاين سايز وتختبره. انا بقول ساعات كتير لما يبقى عندك ست متغيرات مثلا في الحاله دي ممكن تكون انت اصلا شاكك ان في اثنين مش مهمين، ولما هنيجي نتكلم على الكورس بتاع او المحاضره بتاعت المالتي لينيارتي هتعرف ليه احنا بنعمل الاختبار ده، لان ساعات كتير لما بتضيف متغيرات مش مهمه في النموذج دي بتاثر على معنويه المتغيرات المهمه. يعني دي درس لوحده اسمه مالتي لينيارتي هنرجع له. Why we care about testing the effect of two variables together if each one of the two variables is significant. طيب هي الفكره ان انا بقول لحضرتك ان انت ساعات كتير بيبقى عندنا حاجه اسمها، انا اسف مش مصري، الاوفر فيتد مودلز. الاوفر فيتد مودلز معناها ايه؟ معناها انك بتضيف متغيرات مش مهمه للنموذج خلاص، وفي الحاله دي المتغيرات دي ممكن تاثر على معنويه المتغيرات الثانيه. يعني ممكن يكون في متغير كان مهم، ولكن مثلا عشان عدد افراد الاسره ما كانش متغير مهم، فاثر على فخلى الانكم يظهر مش معنوي، مع ان هو في الاساس هو معنوي خلاص. فدي حاجه هنرجع لها لما نيجي نتكلم، اسف على مش المالتي لينيارتي، هنيجي نتكلم لها هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الموديل سبيسيفيكيشن، وهي بشكل اكثر تحديدا اسمها الاوفر فيتد مودلز. هنرجع لها، يعني هنرجع للحته دي محاضره محاضره.
طيب متى يتم حساب استقرار البيانات قبل اجراء التحليل؟ ده في حاله البيانات التايم سيريس، وده شابتر لوحده هنتكلم عليه في خلال السلسله الزمنيه هنرجع لها. يعني فكره استقرار البيانات دي ده سلاسل زمنيه، ودي هنشرح مفهومها، وده فصل لوحده مفيش مشكله. طب اختبار بتاعه المتغير، لو طلع الاختبار ان هي بيتا صفر لو انت قابلته، معناه ان هو ملوش تاثير معنوي، خلاص ملوش تاثير معنوي. هل نرميه ولا ما نرموش بقى، دي قصه هنرجع لها برضو في الموديل سبيسيفيكيشن، لان مهمه كتير جدا النظريه هي اللي هتقول لنا هل المتغير ده، يعني هو لو ما كانش معنوي والنظريه قالت لك انه مهم سيبه ما ترموهوش. هل هناك في فرق بين، انا بس عشان الاسئله بتجري بسرعه قدامي انا مش لاحق اقرا كل الاسئله. الله يكرم حضرتك، الله يكرم. طيب معنى رقم التي تيست اللي قدام كله متغير، انا قلت ان انت لو قسمت الكوفيشنت على الستاندر ايرور بتاعه هيديك الرقم بتاع التي ستاتستيك، تمام؟ والبديل عن التي ستاتستيك، لانك عشان تقرر ترفض او تقبل من خلال التي ستاتستيك محتاج الجدول، محتاج تبص في التي تيبل. البديل عنها ان احنا نبص على البي فاليو، فالبي فاليو تسهل الامور ومش محتاج ان انا ابص على 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 على, 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 على التي ستاتستيك. السعر والطلب بينهم علاقه طرديه، وده عكس النظريه. ساعات كتير بتحصل انك تلاقي الريزلتس قدامك مش ماشيه مع النظريه، ففي حاجه من اثنين لازم تتاكد تماما ان كل الحاجات اللي المفروض الاختبارات اللي تعملها الاول، يعني النموذج بتاعك صح، ودي حاجه هنرجع لها لما نتكلم على كل واحده من الفروض اللي احنا افترضناها. يعني خلينا نفكر بعد كده، احنا عملنا افتراضات اصلا عن الايرو تيرم، عن خطأ عشوائي، فلازم يكون صح عشان يبقى النموذج بتاعي صح. ففي الغالب لازم تتاكد ان كل الخطوات اللي انت عملتها صح، وبعدين لو لسه لقيت ان الريزلت اللي قدامك عكس النظريه، اذا في الحاله دهيت انت محتاج تفسر الكلام ده وتدي تفسير ليه النظريه ممكن تكون ابلايد، او ليه اللي انت بتعمله ده يكون حاله خاصه. يعني في حاجه لما توصل لنتائج اصلا غير متوقعه وتحاول تقنع بيها الناس، ساعات كتير واقناعك يكون طبعا له معنى، يعني ساعات كتير بتبقى في اهميه كبيره للشغل بتاعك. يعني انا مش عارف الترجمه اللي اتعمل لكتاب جوجراتي، انا اسف، فهي مش ما بصيتش عليها. طيب الله يكرمكم، الناس اللي بتدعي لنا احنا بندعي لكم كلكم، واحنا اللي بناخد، يعني بصراحه يعني ده اهم حاجه بناخدها من الكلام ده، هي دعوات حضراتكم فدعواتكم معانا. طيب انا والله الاسئله فعلا بتيجي قدامي بسرعه، انا مش ملاحق ابص عليها كلها، فبحاول اقرا، ولو في اسئله انا ما بصيتش يعني فاتتني دلوقتي هرد عليها، يا اما على بيازا يا اما فيديو منفصل. جزاكم الله كل خير، جزاكم الله ان شاء الله. بندعي لسوريا، انا بصراحه يعني انا مش عارف انا بدات المحاضره ازاي النهارده، ولكن يعني ربنا يا رب يعني ينصر سوريا واهلها ويحفظهم ويحفظ المسلمين جميعا يا رب، وكلنا دعواتنا وقلوبنا بتتقطع عشان سوريا والله. طيب يعني جرح كبير، الواحد مش عارف بصراحه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم انصرنا يا رب إن شاء الله. طيب الناس اللي بتسألني الألفا بالسالب، أنا قلت ساعات كتير إن أو إن البيتا زيرو، يعني ساعات كتير الانترسبت ما يكونش ليه. اللهم آمين، اللهم انتقم من كل ظالم يا رب. آمين. ساعات كتير ال ساعات كتير الانترسبت ما بيبقاش له معنى، ولكن لو هو سالب والمتغير التابع ممكن ياخد قيمه سالب، فهو معناه ان لما بتبقى المتغيرات كلها قيمتها بصفر، ده بيكون قيمه المتغير التابع في المتوسط. يبقى في المجمل كده، يبقى البيتا زيرو او الانترسبت هي قيمه المتغير التابع لما يكون كل المتغيرات مستقله بصفر. طيب العفو 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 يا دكتور، العفو. العفو دكتور، جزانا وإياك يا رب. علاقة عدد المتغيرات بعدد المشاهدات، هو أنت لازم عدد المشاهدات طبيعي كل ما كانت السامبل بتاعتك، كل ما العينة بتاعتك كانت أكبر، كل ما كانت أفضل.
ولكن انت في الاول وفي الاخر لازم يكون عندك عدد من المشاهدات كفايه عشان تقدر تقدر قيمه المعلومات يعني. طيب can I say the variable significant at 10%؟ لو البي فاليو بتساوي بوينت طبعا هي significant لما يكون 0.05 ممكن تبقى significant عند 10%. ده صحيح. ان شاء الله يا فندم هيتم تسجيل المحاضره صوت وصوره وهتكون نازله ان شاء الله يعني في خلال ايام ان شاء الله تكون نازله. انا تحت امر حضراتكم الناس اللي سالت اسئله على الخاص وعايزه يعني حاجه في شغلها حاجه معينه في شغلها بتشتغل على حاجه انا تحت امركم معايا. تواصل على بيازا ممكن تواصل على الفيسبوك يعني لو في حاجه ارجع تاني لبيتي الاسئله. هل هناك عدد مشاهدات لازم لإعداد دراسة؟ هو عادة موضوع عدد المشاهدات هو من الحاجات يعني من الحاجات المهمة إنك يكون عندك أقل شيء أعتقد 30، يعني في ناس كتير بتتكلم على 30 ولكن هو مفيش رقم اللي هو يعني الحاجة الأفضل. يعني أنا لو أقدر أحصل على 60 عايز أحصل على 100 طبيعي، كل ما كانت العينة أكبر كل ما كان أفضل لأن هي بتكون بتمثل المجتمع. افضل برنامج لا مفيش رقم محدد. افضل برنامج عشان ما نتعلمش برنامج بيطلع احسن منه فكره اوكس ماتريكس وايفيوز والكلام ده الناس بتسال على برامج كتير. هو انت مش محتاج انك تدوخ نفسك في موضوع يعني هو الواحد انت اصلا مجرد ما بتتعلم برنامج ويعني وتتقنه خلاص يعني ساعتها بعد كده لو في حاجه ثانيه برنامج ثاني بيعملها والبرنامج اللي انت متعلمه ما بيعملهاش في الحاجه انت ممكن تتعلم الحته الصغيره دي عشان تعملها في البرنامج التاني وخلاص. فدي حاجه من الحاجات اللي اي برنامج نتعلمه انهي احسن برنامج يعني يمكن يعني دي بترجع لتفضيلات الاشخاص ولكن في النهايه يعني انا مثلا انا بدات مثلا اس بي اس اس زي بدايه الناس كلها في مصر بدات اس بي اس اس. بعد كده اتعلمت ستاتا، بعد كده لقيت نفسي بتعلم فيوز، بعد كده كنت برضو زي حضرتك كنت فاهم ايه هو بالظبط السوفت وير اللي انا هتعلمه ده اللي هيغنيني عن كل حاجه. لا مفيش سوفت وير هيغنيك عن اي حاجه لان في حاجات دايما سوفت وير ما بيعملهاش او البرنامج ما بيعملهاش والبرنامج الثاني هو اللي بيعملها. فانت يا اما يكون عندك خبره في البرمجه فانت تكتب انت الاوامر في السوفت وير اللي انت تعرفه ده بقى ليفل عالي جدا خلاص، يا اما تستخدم السوفت وير الثاني. فانا زي ما بقول لحضرتك كده ابتدات بالستاتا وبعدين اشتغلت على فيوز، بعدين في الدكتوراه بتاعتي لقيتني بشتغل على بقى ايه خد عندك بقى ماتلاب وجاوس واشتغلت مايكرو فيت وكل ده هتلاقي اصلا رجلك وايديك بدات انت تدحلق في حاجات ثانيه يعني. فقصه ان انا استخدم ان انا هتعلم برنامج واحد والدنيا هتقف على كده وده هيغنيني عن كل حاجه، لا فيوز هيديك فرشه كويسه جدا للحاجات اللي احنا بنعملها. فيوز في التايم سيريس ممتاز يعني حتى الناس يعني انا بشتغل على ستيتا ولما اشتغلت تايم سيريس اتعلمت فيوز بدات اتعلم فيوز. فالتايم سيريس مثلا ده مصدر قوه كبير او فيوز قوي فيه جدا ولكن في نفس الوقت في حاجات هتلاقي مثلا اوكس ماتريكس بيعملها انت سالتني عليه فيوز ما بيعملهاش فهتروح لاوكس ماتريكس. بس يعني دي احنا بنتكلم على حاجات مستوى متقدم واحنا يمكن الكورس بتاعنا احنا بنحاول ندي خلفيه يعني للناس عن الموضوعات الاساسيه ولكن ان شاء الله اتمنى ان احنا نخلص الكتاب. يعني انا 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 عشم ان شاء الله مع حضراتكم ان احنا نخلص ال20 فصل. يعني انا ما عنديش مشكله ان شاء الله نمشي فيهم كلهم وقد ما نشوف صحتنا هتودينا فين يعني وقد ما نشوف يعني حماس الناس هيودينا فين ان شاء الله. انا قلت ان الايفيوز كافي في مرحله حد لسه يعني بيتعلم يشتغل على سوفت ويرز او كده. ايفيوز ممتاز في الناس بس بتاع ايفيوز ايفيوز ممتاز في التايم سيريس افضل من معظم الحاجات الثانيه. يمكن مثلا في البانل ديتا مثلا الناس كلها كانت بتقول لنا ستيتا احسن، لقيت ان ايفيوز مثلا في الدكتور بتاعتي تحتاج تعمل تيست معين ما لقيتوش في ستيتا ورحت عملته في ايفيوز. يعني كان كل التحليل بتاعي شغال على ستيتا اصلا وفي الاخر يعني نقلت البيانات بتاعتي على ايفيوز عشان اعمل حاجه واحده بس تقدير واحد بس في اختبار كان معمول عليه. طيب انا هرفع الكتاب؟ لا انا ما عنديش اي ملكيه فكريه على الكتاب فما اقدرش ارفعه ولكن المحاضرات اللي انا هرفعها ان شاء الله تكون كافيه او الليكتشر نوتس اللي انا هرفعها ان شاء الله تكون واضحه وكافيه.
الكورس الادفانسد، في ناس بتسال على كورس ادفانسد، احنا فعلا هنعمل كورس بقى بعد كده، يكون يعني ان شاء الله نبني على اللي احنا عملناه في الكورس ده والكورسات اللي فاتت، بحيث ان احنا بعد كده نبدا نتكلم على حاجه مور ادفانسد، واتمنى ان احنا يا رب نكمل مع بعض في حاجات يعني اكتر بكتير من كده ان شاء الله. ما فيش مشكله، بعض المفاهيم الاحصائيه ناس بعد تسال على بعض المفاهيم الاحصائيه زي مقاييس التشتت والنزعه المركزيه والكلام ده، ممكن نعمل فيديوهات منفصله برضو، عشان انا بس اللي انا عايز اركز عليه ان مش عايز اخرج الناس من الطريق بتاعنا. احنا الطريق بتاعنا هو ان احنا بنركز على التطبيق، وان احنا عايزين الناس تبدا ايديها تشتغل، يعني ايديها تخش في الشغل الاول، بعد كده ربنا ييسرها ان شاء الله في التفاصيل الثانيه دي، ممكن نعملها فيديوهات منفصله، اللي مهتم يبص عليها، اللي عايز يذاكرها ويبص عليها، مفيش مشكله. فاي حد عايز حاجه احنا ما عديناش عليها وعايزنا نعملها، ممكن نعمل لكم فيديو ونحطه، او فيديو صغير او حاجه صغيره ونحطها للناس اللي عاوزه تفاصيل اكتر. التفاصيل الكورسات السابقه اللي احنا عملناها، 3 كورسات اللي موجودين قبل كده موجودين على صفحه اليوتيوب بتاعتنا، هنبعت لحضراتكم اللينك على بيازا، الناس اللي عايز تتفرج على اي كورس من 3 كورسات اللي عملناها، في قناه على اليوتيوب للقناه لمجتمع الاقتصاد هبعتها لحضراتكم على اعلى بيازا، وبعدين انا ممكن حتى ابعتها دلوقتي، ثواني مش محتاج ان احنا نروح بيازا، انا ممكن ابعتها لحضراتكم حالا لو تصبروا معايا ثواني. دي عليها كل الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، بما فيها الورك شوبس والفيديوهات القصيره، ممكن حضراتكم يعني تبصوا عليها وتقولوا لنا رايكم برضو، لو في اي حاجه نقدر نضيفها اي حاجه. طيب هنا دي بسرعه تلحقوها بقى، هي ده قبل ما الناس تبعت اسئله كتير وهي تختفي، ده اللينك بتاع القناه اليوتيوب بتاعتنا، وهنبعته برضو على بيازا. نماذج يعني هي نماذج متقدمه، اي بشكل عام احنا ممكن نعمل حاجات متقدمه، يعني في ناس بتبعت لي على البرايفت وتقول لي على حاجات متقدمه، يعني زي ما اتفقنا خلينا بس نقول يا رب الـ2 3 اللي جايين دول نخلص حاجه كده، وبعدين نقول هي احنا عملنا كاس كويس وبدانا ونسخنت واشتغلنا كده، بعدين نبدا نحدد، لان جوجراتي عموما يعني ميزته ان هو ما بيدخلكش في تفاصيل النظريه كتير قوي، هو بيديك اكزامبلز، بيديك البيزكس، بيديك الحاجات اللي المفروض اصلا تعرف، يعني انت مثلا خلصت كتاب جوجراتي هتبقى عارف من كل حاجه في الاقتصاد القياسي، هتبقى عارف حاجه خلاص، هتبقى عارف تعملها، يعني هتبقى عارف هي بتعمل ايه وبتعملها ازاي. بعد كده يا جماعه الناس اللي بتسال على لينك تحميل كتاب، احنا ما نقدرش، ما عندناش ملكيه فكريه، ما عندناش حقوق ملكيه فكريه على الكتاب، انت حضرتك تقدر توصله بمعرفتك، دي قصه ثانيه، لكن احنا انا ما اقدرش انزله لاني مش عندي اصلا، يعني ببساطه جدا انا ما عنديش رابط لتحميل الكتاب يعني، والفكره ان لو عندي مش هقدر انزلها يعني. طيب يعني الناس ما شاء الله تطوعت وقالت لكم ازاي توصلوا للكتاب يعني. الله يعين. طيب هل في اي اسئله ثانيه عشان خاطر نبدا نحاول ننهي المحاضره دي، لان احنا المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم على هنبدا احاول اسجل مثال او 2 برضو ونحطه على بيازا، بحيث ان المحاضره الجايه احنا ممكن نشتغل على طول على اللي هي الفانكشنال فورم او اشكال الدوال المختلفه. يعني ايه؟ يعني النهارده احنا اتكلمنا على داله خطيه، الاكس والواي خطيه، ما فيش عندنا داله تربيعيه ولا داله لوغاريتميه ولا هكذا ولا داله اسيه مش عارف ايه. فاحنا بعد كده المحاضره الجايه نبدا نتكلم على طب ازاي نفسر المعاملات لو كان عندي لوغاريتم، لو كان عندي طب ليه ليه احنا بنحط لوغاريتميات، طب ليه اصلا انا افترضت ان هي خطيه وهكذا يعني. هنرجع للكلام ده ان شاء الله. طيب في حد بيقول ده، اتوقع ان ده جواب، يعني الخطا العشوائي مربع لانه يكون مجموعه بيساوي صفر دون تربيع، ده حقيقي، لان الخطا العشوائي الفروق بتبقى يا اما اكبر يا اما اقل، ولو جمعتهم هتساوي صفر او في الغالب ممكن تساوي صفر، وده مش اللي احنا عاوزينه. احنا عاوزين ان احنا يعني يكون عندنا الخطا اقل ما يمكن. طبعا الناس اللي بتسال على دراسه خصائص الجهاز، بتسال على خصائص البيانات، طبعا مهم جدا يا جماعه، مهم جدا انك تبص على البيانات بتاعتك، لان الفكره صحيح ده حاجه مهمه انك تبص على البيانات تشوف الخصائص بتاعتها، ده بيخليك كتير، سواء انت كنت بتشتغل على بيانات يعني سلاسل زمنيه، كروس سكشن، بانل ديتا، ما
مهم انك تبص الاول قبل ما تبدا تعمل اي استيميشن، انك تبص تشوف تبص تشوف شكل البيانات بتاعتك كويس. طيب فكره امتى استخدم اللوج وامتى استخدم اللين، هي الفكره كلها هو بيسموه الناتشرال لوج او ال ناتشرال لوج اللي هو ايه اللي هو الالغوريتم الطبيعي. هو فكره الخصائص بتاعه اللين مش اكتر، عشان كده يمكن الناس بتستخدم اللين، لكن هو بالظبط الالغوريتم الطبيعي متشكل. هي الفكره كلها امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده، هو فكره ان اللين بيدينا خصائص بتسهل علينا فكره التفسير والكلام ده لما بنحطه في في في, في المعادله. طيب بالظبط بتدي المرونه طبعا، حد يعني بالظبط ده هنتكلم عليها. معلش خلي اي حاجه ليها علاقه باللوج واللين هنتكلم عليها المحاضره الجايه، لان المحاضره الجايه لو حضراتكم شفتوا الترتيب خليني ابعت لحضراتكم برضو الرابط بتاع صفحه الكتاب عشان اللي عايز ينزل البيانات او عايز ينزل بالمناسبه عايز ينزل سمري لكل شابتر بالمناسبه برضو متاح لكل الناس، يعني ما انتش محتاج اي حاجه عشان توصل للكلام ده. هبعته لحضراتكم حالا. تاكد صفحه الكتاب خلاص. فلو حضراتكم بصيتوا على الصفحه دي هيبقى كل الداتا سيت متاحه، واتوقع ان هم حاطين كمان الباوربوينت بتاع الكتاب وحاطين كمان السمري يعني ملف وورد كده ملخص لكل فصل في الكتاب. فلو حضراتكم بصيتوا على كده على تيبل اوف كونتنت او محتويات الكتاب ده هتلاقي ان الشابتر اللي جاي ان شاء الله اللي هنغطيه النهارده، احنا غطينا يعني اساسيات الانحدار اساسيات نموذج الانحدار، لكن الشابتر اللي جاي هنتكلم فيه عن الدوال واشكالها في الانحدار اللي بما فيها الدوال الخطيه. تمام كده؟ طيب هل في اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ طيب انا متشكر جدا لمشاركه حضرتكم معانا، وبصراحه يعني المشاركه الطيبه النهارده ديت والعدد الكبير اللي حضر رفع معنوياتنا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب عندي امل كبير ان احنا نخلص مع حضراتكم الكتاب. وزي ما قلت لحضراتكم يعني التدريب هو اهم حاجه، حضرتك لازم بعد المحاضره هنرفع السلايد هرفعها يعني مباشره على طول دلوقتي، وهرفع الداتا سيت اللي اشتغلت عليها، وان شاء الله في خلال الاسبوع برضو هبدا ارفع حاجات، وكل ما ارفع حاجه هبعت لحضراتكم بالايميل. وان شاء الله يا رب ان شاء الله ربنا يعني يجعلنا ان شاء الله يعني سبب كده كلنا مع بعض ونعمل كده حاجه كويسه نستمتع بيها كلنا يا رب مع بعض ان شاء الله. طيب.